صباح الخير على كل مشاهدي التلفزيون المصري، كل متابعينا على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة أون. صباح خير جديد على كل المصريين. فاكرين لما في مرات كتيرة جدا الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم وراهن على وعي المصريين؟ الحقيقة هو كان أكتر من مجرد رهان، وكان يقين. كان يقين إنه ناس بتفهم، حقيقي بتفهم، بتفهم مش بس ما بين السطور زي ما بنقول، تفهم كمان ما وراء السطور. الناس بتحس باللي في الصدور، وعشان إحساس الناس وفهمهم ووعيهم الفطري ده بتلاقي الناس كده بالوعي الشعبي، ودي الحاجة الأقوى في تاريخ الشعوب وتحديداً في تاريخ بلدنا. صدقت، تلاقيهم صدقوا الرئيس، مشوا وراه، أمنوا باللي بيعمله ودفعوا حتى عنه في أصعب المواقف، وتلاقيهم على جانب آخر يرفضوا ويكذبوا ناس كتير بيدعوا انهم بيتكلموا باسم الناس حتى ولو كان في نفس الخط، ودي حاجة لازم نقف قدامها. وعي الناس واضح انه سابق كتير اللي بيخاطبوهم. واذا كنا بنقول ان وعي الناس دلوقتي في الامتحان، واننا بنمتحن وعي الناس في مواقف كتيرة عدت على المصريين ونجحوا فيها بصراحة، في محاولات كتيرة من إعلام مزيف إنه يخدع الناس، لا، استقبالهم للزيف كان استقبال رافض لكل زيف من أي وسيلة إعلامية بتقدم حاجة مزيفة. وفي نفس القياس وعي الناس كمان مثلاً في الامتحان القادم اللي احنا بدأنا فيه استحقاقاته في اختيار المرشحين هيكون مبهر، لأنه بيغلط بعض الناس، ولسه بعض الناس بيقدموا نفسهم بيغلطوا في أنهم يفتكروا أنه هقدر أقول للناس شوية وعود وبعدين أشوفهم بعد 5 سنين. الحقيقة أنه وعي الناس عدى الحتة دي خلاص وتجاوزها تماماً. حتى بعض الناس بيقدموا نفسهم كمرشحين ويقولوا أنا هعمل لك خدمات وأنت تستحق خدمات. إزاي مرشح النهاردة في 2020 بيتكلم عن خدمات؟ وإزاي هو بيعتقد أنه الناس هتصدق أنه هيقدر يقدم لهم خدمات؟ إحنا في دولة جماعة، وفي مؤسسات وفي حكومات تقدم الخدمات، وفي نواب دورهم يقدموا القوانين المنظمة ويقدموا حالة كده من الانضباط في الأداء التشريعي. وعي الناس سبق الحتة دي بكتير، لكن لسه في ناس لم تتجاوزها. الحقيقة أنه اللي لسه بيفتكر أنه هنقدر نخدع الناس، على رأي كده القول الشهير بيقولك أنك تقدر تخدع الناس، بعض الناس كل الوقت، لكن وتقدر تخدع كل الناس بعض الوقت، لكن ما تقدرش أبداً تخدع كل الناس كل الوقت. كل التحية لكل أهالينا المصريين اللي وعيهم واضح في اختبارات كتير إنه سابق كل الرسائل المزيفة اللي بتتقدم لهم، وإنه المعيار الحقيقي هو إنه ناس تصدقك. ودي بقى حاجة ما فيهاش تعليم ولا تدريب، لكن معيارها الرئيسي الصدق. صباح خير كبير جداً لكل الصادقين ولكل المصريين الوعيين اللي حقيقي كل يوم بيبهرونا بهذا القدر من الوعي. معرفش ليه كل مرة بسمع الغنوة دي بفتكر طابور المدرسة، وبفتكر الحماس اللي كنا بنقول بيه الغنوة دي. يا رب كل الأجيال النهاردة في مدارسها وبيروحوا مدارسهم ورجعوا في سنة جديدة يكونوا عارفين قيمة البلد دي وغلاوتها، ورب كل حد بيعلمهم يعلمهم أهم حاجة، قيمة البلد دي وإنها تحيا. النهاردة على مدار 3 ساعات هنكون معاكم أنا وزمايلي الأعزاء محمد ومنى. صباح الخير عليكم. صباح الخير عليك يا دين. تحيا مصر. فاكرين طابور؟ كنت بتقف في طابور. انا كنت بحي العالم على فكره، وكانوا بيخلونا نتنافس مين الفصل اللي صوته اعلى في النسيج. فاكرين انا كنت من الشرطه المدرسيه كمان، وكنت بحي العالم، وكنت في بعض الاوقات كنت باخد الاذاعه كده من اولها. الله، ايه ده المهم. انا كان عندي مفتاح اوضه الاذاعه المدرسيه برضو، فواضح ان قصه الاذاعه دي من زمان خالص. لا ده دي مكمله معانا. ايوه. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. 3 أيام اللي جايين، 4 وخميس وجمعة، الثلاث أيام دول هيتم فيها فتح باب التصويت للمصريين في الخارج للمشاركة في اختيار النواب اللي موجودين، وكل واحد من اللي موجود بره هيكون بيحق له التصويت في اللي جاي.
بتاعته، يعني هو ساكن فين في مصر، هو ده المكان اللي هو هيصوت فيه. مين اللي بيحق له التصويت يا محمد؟ بيحق التصويت للناس اللي بالفعل مسجلة اسمها على الموقع الهيئة، وفي فيديوهات كتير نزلتها الهيئة لتوضيح طريقة التصويت والاختيار كمان ما بين نظام القائمة والنظام الفردي. صحيح يا منة، احنا بنتكلم في 124 دولة عربية وأجنبية بيتم فيهم عملية الاقتراع في الخارج على مدار 3 أيام، بعدها على طول بتبدأ انتخابات الداخل. طريقة التصويت نفس طريقة التصويت في انتخابات الشيوخ، عن طريق البريد الإلكتروني طبعا، عن طريق البريد، مش البريد الإلكتروني، عن طريق البريد بيرسل جواب للبريد. طبعا بيكونوا ظرفين اتنين، الظرف الأول بيوضع فيه بطاقة الاقتراع وبيصوت فيها وبيختار المرشحين، والظرف الأكبر بيوضع فيه هذا الظرف الصغير بالإضافة إلى إقراره الانتخابي وصورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر والأوراق الخاصة بالإقامة، وبيبعتهم عن طريق البريد طبعا تجنبا ل الزحام في المقرات والبعثات الدبلوماسية. وزارة الهجرة يمنى قامت بمجهود كبير زي ما عملت برضو في مجلس الشيوخ بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكلت غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية في الخارج، وعشان تشوف لو في أي مشاكل بتساعد على حلها زي ما عملت بالضبط في الانتخابات السابقة. مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات بكرة فتح أبوابها من الساعة 9 صباحا لاستقبال الناخبين، وعلشان تقدر تقول إن احنا مستعدين لأداء الأصوات من 9 الصبح لـ9 بالليل بالظبط، كأن احنا موجودين في مصر. ربط المصريين بالخارج جوه مصر. شكرا ليك يا محمد، اتفضلي ليك يا دينا، إليك من جديد. بشكركم انكم بتفكرونا وبتفكروا اهالينا اللي في الخارج بموضوع الانتخابات، وفعلا عايزه اقول لكم انه الاقبال في بعض البلاد مفاجات، الاقبال على التسجيل، يعني احنا لسه طبعا الاصوات ما وصلتش بس الاقبال على التسجيل عظيم، مؤشر طبعا، فمؤشر لان احنا مهتمين. هو دايما انتخابات النواب بتبقى فيها اهتمام اكتر كمان من انتخابات الشيوخ، عشان متعودين عليها بس وما ينفعش نضيعها تاني يا زينة. هو اخذناها ولازم نفضل نحافظ عليها. بالظبط. صباح الخير عليكم مره ثانيه، وزي ما منا ومحمد كانوا بيقولوا لنا، فكره التسجيل الالكتروني كانت من افضل الافكار اللي ضمنت كل يعني كذا زاويه. اولا انه يتم التسجيل ولا يكون هناك اي نسبه، لانه مثلا التصويت بالبريد حد يبعت جواب مرتين مثلا او يصوت وهو مش مقيد في قاعده البيانات. كل شخص مسجل على موقع الهيئه العليا للانتخابات عنده رقم كودي، ورقم الكودي ده هو بيستخدمه في الجواب اللي بيبعته، بيبعت الرقم الكودي بتاعه كمان داخل المظروف اللي بيرسله لل البعثة الدبلوماسية. وبالتالي احنا كده بنقول ان احنا استخدمنا الطريقة الالكترونية وكمان استخدمنا البريد، ودول الطريقتين الافضل حتى الان في تصويت المصريين بالخارج. كمان بنفكر اهالينا اللي بره حاجتين، اولا اوعوا تصدقوا اللي يقول لكم انتوا بره مصر واحنا مش عايزين صوتكم وانتوا هتعرفوا ايه وهتختاروا لنا مرشحين ازاي، ابدا. اهالينا اللي بره مصر اكثر اقترابا واكثر اهتماما بكل مشاكل مصر، فمن فضلك احنا مدركين غلاوة صوتك عليه، لأنه أحياناً بينقذ دوائر، أحياناً صوت المصريين بالخارج بيغير النتيجة تماماً في دائرة من الدوائر الناس فيها متلخبطة. حاجة تانية إنه من فضلكم بسرعة، لأنه طبعاً بالبريد وفي بعض الأماكن البريد بياخد وقت، فهم 3 أيام، والجواب اللي هيوصل بعد ال3 أيام للأسف مش هيعتبر صوت صحيح، فقدر الإمكان اللي خلاص حسم أمره يبعت الجواب النهاردة لو يقدر، ودي حاجة تكونوا مشكورين عليها. على مدار 3 ساعات هنكون منتظرين مشاركاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستجرام، كمان الحلقة بتبقى موجودة على يوتيوب، وكمان بنبقى موجودين معاكم من خلال البث المباشر على الفيسبوك. هنبدأ أخبارنا باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمود شاهين رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة. وجه السيد الرئيس بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية في المدن الذكية.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمود شاهين رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والحي الدبلوماسي والسفارات والمحور المركزي والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور، حيث وجه السيد الرئيس بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وذلك في إطار استراتيجي شامل يساهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كافة الجوانب وتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء إيهاب الفار استعرض الموقف التنفيذي الراهن لمختلف الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنها تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية والتوقيتات الزمنية ومعدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع. كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، وكذلك أعمال التطوير الشامل لبحيرة المنزلة بما في ذلك إنشاء طريق دائري حول البحيرة يساهم في جهود تنميتها وربطها بمختلف المدن في المحافظات المجاورة. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها القتالية والفنية، بما يمكنها من تنفيذ ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي، كل ما ستكلف بالعمل فيه. كان ده بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة. امبارح كان في صورة مش عارفة أقول إيه، بمليون جنيه، ولا كان صورة غالية جدا، كان صورة حلوة لا تقدر بثمن، فكرة كشف أثري جديد، الحكومة المصرية واهتمامها بهذا الكشف. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء امبارح بصحبة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ودكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قاموا بتفقد أعمال البعثة الأثرية المصرية في منطقة آثار سقارة، واللي كشفت عن آبار جديدة مدفون فيها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة بيرجع تاريخ حفظها لأكثر من 2500 سنة، بالإضافة لتماثيل أثرية. وأما دكتور مدبولي بنزول واحد من آبار الدفن الثلاثة الجديدة اللي تم اكتشافها لتشجيع بعثة المجلس الأعلى للآثار اللي وجه ليهم الشكر على كل جهدهم وأكد فخره بحضارة مصر الفريدة. اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو التفقد المتوقع يعني من رئيس الوزراء للكشف الأثري، لكن في حاجات كتير في تفاصيل هذا الكشف مذهلة يعني، ولولا كورونا لكان الكشف ده يخلي السياحة في مصر تتحط في مكان تاني، ونتمنى انه بالرغم من كورونا يبقى الكشف ده هو عامل الجذب الجديد او هو المنتج الجديد اذا صح التشبيه يعني، اللي نقدر نقول ان مصر بتقدمه للعالم. المهابة انك بتقف قدام حاجة عمرها 2500 سنة بالجمال ده وبالدقة دي ما يعرفهاش غير المصريين، وحتى إن كنا متعودين على المنظر ده فالمنظر ده كبير وغالي جدا، وبالنسبة للعالم كله حاجة محترمة جدا. حاجة كمان بالنسبة لنا احنا يعني لطيفة، إنه احنا في صباح الخير مصر أعتقد إنه من أوائل من تابعنا موضوع الكشف الأثري والبعثة المصرية اللي 90% 99% منها من المصريين اللي نجحت في الكشف ده، الواضح إنه كنوزه ما زالت بتبهرنا. دكتور مصطفى مدبولي كمان استعرض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني في اجتماع موسع
امبارح بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة والإعلام والتضامن وعدد من المسؤولين. كلف دكتور مدبولي بتوفير كل وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بالمجان وبشكل دائم، وإعداد برنامج لتشغيل السيدات في المحافظات المستهدفة اللي بترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، وبيبقى العمل محفز قوي للسيدات على تنظيم الأسرة. الحقيقة خبر تنظيم الأسرة خبر مفيش يعدي علينا كده، لأنه دي واحدة من الحاجات اللي بقالنا حوالي 60 سنة بنجاهد في أنه يتم ضبطها في مصر. هل الملف ده نجحت في مصر؟ لا، ما ينفعش نبالغ ونقول أنه نجحنا. يعني النجاح في موضوع تنظيم الأسرة أنه على الأقل يحصل أوقات من الاستقرار في أعداد السكان، فترات طويلة من الاستقرار، زيادات بسيطة أو معقولة، لكن اللي حصل في مصر لا، بيحصل طفرات كده من الانفجارات السكانية متتالية، مرتبطة بقى علماء الاجتماع يفهموا ويفسروها، لكن الحقيقة أنه ده واحد من التحديات اللي لم ننجح فيها سابقا، ونتمنى أنه لما تقدم إلينا كخبر تتقدم بشكل متكامل وبخطة حقيقية مبنية على معرفتنا بالناس بثقافتهم وبالأفكار اللي ورا، أنه فكرة أنه شخص الحقيقة مش قادر ينفق مثلا على طفلين لكن بيجيب 4، مش قادر ينفق على طفل واحد لكن عنده 6، في عقلية كده ورا الموضوع ده لازم نبقى مدركين أنه التعامل معاها جزء كبير من نجاحنا في الخطة دي. كمان دكتور مصطفى مدبولي امبارح ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية وشؤون المجالس النيابية ورئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان المسؤول عن ملف الكنائس. أكد المستشار نادر سعد الدين متحدث رسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة تابعت نتائج آخر اجتماع للجنة وأوضاع الكنائس والمباني الخدمية اللي طلبت تقنين أوضاعها. وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 45 كنيسة و55 مبنى تابع لها. بيوصل عدد الكنائس والمباني اللي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها من بداية عمل اللجنة 1738 كنيسة ومبنى تابع. برضو دي واحدة من ضمن الحاجات اللي على مدار سنوات طويلة كانت الكنائس عندها مشاكل حقيقية في أنها تاخد تصريحات. المباني موجودة بقالها 20 سنة أو أكتر 20 سنة لكن ما عندهاش تصريح، فتوفيق أوضاع لحاجات أو مباني بقالها سنوات طويلة ده جزء برضو من اكتمال منظومة الانضباط في الدولة. هو الانضباط مش بس أن أنا مبنيش مخالف، لكن انضباط كمان انه لما حد يقدم على طلب مشروع او دار عباده مشروعه وتكون مطابقه للمواصفات، وبالمناسبه تقنين الاوضاع مرتبط جدا بالمطابقه لشروط السلامه الصحيه والدفاع المدني كمان، ودي حاجه بتشكر عليها جدا وزاره الاسكان انه قبل ما يقنن وضع المبنى لازم يبقى فيه اطمئنان على السلامه المدنيه كمان ليه. هنروح لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللي أكدت استقرار الدراسة في كل مدارس الجمهورية خلال الأيام الثلاثة اللي فاتوا، وهم بدء العام الدراسي الجديد والمدارس بتطبق كل الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا. الوزارة أكدت على متابعة تقارير على مدار الساعة من خلالها بيكون في تواصل مع غرف العمليات الموجودة في الإدارات والمديريات التعليمية، وأنه لحد دلوقتي ما تمش رصد أي مشاكل صحية. كمان الوزارة أعلنت أنها وفرت المحتوى الرقمي للطلاب على القنوات التعليمية لطلاب المدارس بدءا من سنة رابعة ابتدائي وحتى تالت إعدادي من خلال قناة مدرستنا، واللي هيكون عليها شرح لكل حصص المواد الدراسية. قناة مدرستنا أطلقت امبارح على فكرة، وللأسف يعني أنا شخصيا ما لحقتش أشوفها، لكن كل اللي تابعها ولأنه كان في ناس كتير مستنيها لأسباب كتير على فكرة، مستنيينها بترقب، وإحنا مبسوطين أنه في قناة هتطلع من وزارة التربية والتعليم تساعد الطلبة على أنهم يستغنوا عن الدروس، وبعض كان مستنيها بترصد على فكرة وكان مستني يطلع غلطة. الحقيقة أن الاثنين امبارح كان ردود أفعالهم أنهم بيقولوا مبدئيا إحنا قدام حاجة مبشرة ومهمة وجادة جدا، املنا بس في الاهالي، يعني بس احنا النهارده هنتابع كده ونتفرج ونكمل، لكن املنا في الاهالي، من فضلكم تمسكوا بحقك بان ابنك يتعلم من خلال وسائل رسميه، وحقك في انك ما تصرفش فلوسك او ما ترميش فلوسك مع مدرسين الحقيقه مش هيفيدوا ولادك في اي حاجه. فممكن تكون القناه دي هي الباب الجديد اللي ممكن يكون مخرج للمصريين من فخ كبير احنا واعيين فيه بقالنا سنين طويله.
النهاردة وزي ما بدأنا مع حضراتكم، المصريين في الخارج بدأوا في طباعة بطاقات الاقتراع للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 124 دولة أجنبية وعربية، وعملية طباعة بطاقات الاقتراع بتستمر كمان النهاردة على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات. للمصريين في الخارج كل اللي سجلوا على الموقع الإلكتروني اللي سجلوا أنهم بيرغبوا في المشاركة في الانتخابات. تزامناً مع ده، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية للمصريين بالخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. خصصت كمان وزارة الهجرة إيميل موجود على الشاشة، هنكون بنهتم أنكم تتواصلوا من خلاله مع الوزارة. الوزارة عاملة غرفة عمليات طول الوقت للرد على أي استفسار بخصوص الانتخابات. عمليات بتبدأ وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين في الخارج، في أيضا الرد على أي استفسارات أو مشاكل أو عقبات قد تعترض عملية التصويت النهاردة، بالتأكيد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات. هناك خط ساخن ما بين وزارة الهجرة وما بين الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على كافة هذه الاستفسارات. يوم 5 أكتوبر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لكل المرشحين، وبالتأكيد أن وزارة الهجرة على مدار الأيام وعلى مدار الساعة كان في الحقيقة توصيل لكل هذه البيانات والمعلومات على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة، وأيضا تسجيل بيانات المصريين في الخارج كان من يوم 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر. ابتدينا في التنويه وابتدينا في ان احنا نعطي جرس انذار للمصريين في الخارج بضرورة التسجيل حتى نصل الى هذا اليوم الهام من هذا الاستحقاق الدستوري. دعم المصريين في الخارج للدولة المصرية، دعم المصريين في الخارج للحياة النيابية النهاردة بيبتدي على مدار يومين علشان نقدر ان احنا بيوم 21 و22 و23 الهيئة الوطنية للانتخابات عملت 3 ايام لاستلام كل المظاريف اللي هتيجي بدءا من النهاردة وبكرة. بالتأكيد انه جائحة كورونا يعني عطلت شوية من يعني المشهد الإيجابي الجميل اللي كنا بنشوفه في كل الانتخابات الرئاسية أو استفتاء الدستور أو حتى انتخابات يعني استحقاقات دستورية الحقيقة كثيرة جدا. طبعا وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات حفاظا على المواطنين خدمة البريد السريع وخدمة التصويت عن طريق البريد. النهاردة احنا الحقيقة عاملين طبعا زوم ميتنج مع المصريين في الخارج، بنتابعهم بنشوف ازاي وهم بيضعوا الأظرف، بنأكد عليهم ان ما ينسوش الإقرار اللي لازم يتحط في الظرف الثاني، بنتأكد ان كل البيانات بدون الدخول او بدون التدخل فيما هو بيختاره كمرشح او كقائمة. متابعة المجهودات اللي بتحصل من كل الجهات، الحقيقة الهيئة الوطنية للانتخابات عاملة مجهود لطيف. أصلا فكرة التنسيق ده وأنه الناس تسجل تاخد رقم كودي يتم طباعته بالمبارح والنهاردة، فرقم الكودي ده هو البطاقة، يعني ما ينفعش حد يبعت جواب بيختار ناخب، لكن لازم يطبع بطاقة الاقتراع بالرقم الكودي الخاص بيه عشان ما يحصلش أي تكرار للأصوات. وتحديدا أنتوا عارفين أنه في بعض الأماكن كده فيها حالة من الحشد ضد أو مع مرشح معين، لكن عشان تبقى الحكاية نزيهة. كمان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم النائب رئيس محكمة النقد وجهت رسالة للمصريين بالخارج على موقعها الإلكتروني، ووضحت فيها إزاي التصويت بيتم بشكل صحيح في انتخابات مجلس النواب من خلال البريد السريع. احنا كمان لأنه أصوات المصريين في الخارج عايزينها تبقى كلها صحيحة، مهم جدا كان هذا التوضيح أنه لازم يبقى فيه صورة من بطاقة الرقم القومي، لو البطاقة مش سارية يبقى جواز سفر ساري، صورة من مستند إثبات الإقامة في الدولة اللي الشخص مقيم فيها، ظرفين واحد فيه بيتحط فيه بطاقة الاقتراع بالاختيار اللي انت اخترته للمرشحين، والظرف الثاني فيه الأوراق بتاعة جواز السفر وصورة الإقامة، الاثنين بيتحطوا مع بعض وبيتم طباعة بطاقة الاقتراع دي بالرقم السري اللي حصل عليه خلال التسجيل. التصويت ووضع البطاقة في الظرف وإرساله بالبريد السريع، ومن فضلكم تاني بنكرر للناس اللي في أماكن بعيدة عن السفارات أو البعثات الدبلوماسية بسرعة، لأنه أي تأخر عن الثلاث أيام حتى في وصول الجواب لا يعتد بالصوت ده، يعني وده أفضل آلية قدرنا نتوصل لها.
وزارة الداخلية من خلال أجهزتها في قطاع الأمن العام ومكافحة المخدرات قامت بعدد من الضربات الأمنية للعناصر الإجرامية خلال الأسبوع الماضي، وتفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن نصر عنصرا إجراميا وضبط عدد 25 عنصرا آخرين بنطاق مديريات أمن الجيزة ودمياط والشرقية وكفر الشيخ، المنيا وأسيوط وأسوان، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها استعراض قوة وحيازة أسلحة نارية والإتجار بالمخدرات والسرقة بالإكراه، والمحكوم عليهم بأحكام تتراوح ما بين السجن والسجن المؤبد. وضبط معهم 24 قطعة سلاح ناري، من بينها 9 بندقية آلية و4 بندقية خرطوش و3 مسدس و8 فرد ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 355 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1076 قطعة سلاح ناري، من بينها 1 رشاش و155 بندقية و83 بندقية آلية و77 مسدسا و760 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1528 طلقة متنوعة، إضافة ل 1229 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 480,040 حكماً قضائياً، من بينها 2070 حكم جناية و170,369 حكم حبس و234,738 حكم غرامة و72,863 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضمت 31 متهماً قاموا بارتكاب 52 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 55 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 89 متهما. كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1273 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1398 متهماً وبحوزتهم قرابة 215 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 211 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يزيد عن 23 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 30 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 52,792 قرص مخدر. هي طبعا بطريق الصدفة يعني ترتيب الخبرين دول ورا بعض، لكن حقيقة أنه موضوع الانفجار السكاني والمخدرات عند قطاع كبير من المصريين
تحدي كده لو يعني نركز فيه والدولة كلها تفضل تركز فيه لفترة طويلة يمكن شكل الحياة يتغير في مستويات كتير، في مستوى أنه الخدمات كلنا نحس بيها، ومستوى أنه الثقافة ترجع تنصلح حالها، لأنه ثقافة الزحمة كمان هي جزء أو عامل من عوامل المخدرات وتداول المخدرات. تفاصيل تخص الموضوعين دول مرتبطين ببعض بشكل ما يعني. عموما لسه مهتمين كلنا، وبصراحة احنا قد نبدو الأقل اهتماما بأرقام إصابات فيروس كورونا في العالم كله، لأن العالم أعاد الانتباه وأعاد ضبط نفسه على كل إجراءات السلامة مرة تانية. امبارح وزارة الصحة أعلنت خروج 67 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، وبيرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس ل 98,314 حالة. الوزارة وجهت أنه تم تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة بالفيروس ضمن إجراءات الترصد والتقصي اللي بتقوم بها الوزارة. كمان تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، إجمالي الوفيات 6,130 حالة وفاة، وإجمالي أعداد المصابين في مصر 105,547 حالة، من ضمنهم زي ما قلنا 98,314 حالة تم شفائهم وخرجوا من مستشفيات العزل. في العالم بقى، لأن احنا دايما بنطمن لما نشوف أرقام مصر، لكن احنا بنتكلم إنه مصر أعادت حركة الطيران، أعادت الانفتاح على العالم، فإحنا مرتبطين بالعالم بشكل أو بآخر. والموجة الثانية يعني الجائحة لما جات لنا بعد دول كتير بشهرين، فالأرقام دي مهمة بالنسبة لنا. المصابين بفيروس كورونا وصل عددهم لأكثر من 40 مليون حالة إصابة وأكثر من 1,100,000 حالة وفاة. الأعداد الكبيرة دي كان ليها تأثيرات كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه بنشوف حاجة غريبة أو مهمة، أنه تقارير مؤسسات الاقتصادية الدولية بتقدم إشادات قوية بأداء الاقتصاد المصري وبطريقة تعامله مع الأزمة بنجاح واستمرار الإصلاح رغم الأزمة، استمرار معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الاوروبي في مصر، افتتحوا منتدى الاتحاد الاوروبي ومصر والاتحاد من اجل المتوسط للحوكمه والاستثمار في قطاع المياه لبحث التعاون بين الاتحاد الاوروبي ومصر في مجال المياه ودعم الاتحاد الاوروبي المستمر لمصر في مواجهه تحديات ندره المياه. كان الافتتاح على هامش فعاليات اسبوع القاهره للمياه اللي بيقام حاليا في مصر. أكد كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي أهمية قطاع المياه في مصر، وقال إنه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه شركاء لمصر في جدول أعمالها الطموح لإدارة المياه ودعمها علشان تكون مركز إقليمي لنقل المعرفة بإدارة المياه. امبارح واحد من الأخبار العظيمة اللي احنا كمصريين بنستقبلها باهتمام كبير، وهي أخبار التميز، السفراء بتوعنا اللي في كل مكان. صندوق النقد الدولي امبارح أعلن أن مصر الدولة الوحيدة اللي بتحقق نمو اقتصادي إيجابي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020-2021 بفضل الإصلاحات اللي قامت بها مصر. الصندوق كمان أشاد في تقرير آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي نفذته مصر بداية من 2016. وضح كمان أنه لولا الإصلاحات الأخيرة اللي خفضت الدين بشكل كبير كان الاقتصاد المصري هيتعرض لكثير من المخاطر وقت دخول الأزمة. كمان وضح التقرير أنه مظلة برامج الحماية الاجتماعية في مصر زي برنامج تكافل وكرامة والمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة سجلت زيادة بأكثر من 150% بمستويات 150% مقارنة بمستويات الحماية الاجتماعية قبل كورونا. يعني واحنا بنتكلم عن صندوق النقد الدولي بنتكلم دايما عن مؤسسة دولية كبيرة مسؤولة عن تقييم أمور كتير في الاقتصاد العالمي. صندوق النقد الدولي مسؤول عن قرارات مهمة كتيرة مرتبطة بالاقتصاد العالمي، عشان كده زي ما يعني كنا بنقول إنه بيبقى بالنسبة لنا دي حاجة كبيرة قوي، هل نقدر نوصل لها؟ الحقيقة احنا بنقدر نوصل لها
نقدر نوصل لأعلى الأماكن فيها. والخبر اللي بيقول لنا إنه دكتور محمود محي الدين تم انتخابه بالإجماع مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي وعضوا بمجلس إدارته ممثلا لمصر ومجموعة من الدول العربية اللي بتتضمن كل من مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن، بالإضافة أيضا إلى المالديف. دكتور محمود محي الدين وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لهذا الترشح ومساندة الحكومة ومساندة البنك المركزي المصري، أكد أنه عمله هيكون منصب يعني على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياستها المالية والنقدية، خاصة أن هذه الفترة بتشهد تحديات كبيرة جدا للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، أيضا تأثيرات تراجع معدلات النمو وتشغيل وزيادة المديونية. مصر احتفظت بالمنصب ده من خلال انتخاب دكتور محمود محي الدين لتمثيل مصر والدول العربية في صندوق النقد، خلفا لدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق اللي كان بيشغل هذا المنصب وانتهى أو انتهت مدة عمله مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي آخر هذا الشهر. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم. صباح الخير مصر. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد واللي مستنيين يعرفوا حالة الطقس النهاردة، خصوصا بعد حالة الجدل الشديدة اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. على طول الناس كانت قلقانة الفترة اللي فاتت وابتدى يحصل كده نوع من أنواع الكلام والضحكة على حالة الجو وإنهم متوقعين أجواء صعبة جدا، وابتدت كمان مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر عليها الكوميكس والصور المضحكة جدا بخصوص حالة الجو. إجمالا كده الجو التوقعات للأيام اللي جاية الجو هيكون معقول جدا وهيكون فيه تغيرات طفيفة، وده اللي بيحصل في فترة تغير الفصول كالمعتاد. خلينا نتكلم عن طقسنا النهاردة. الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية. جنوب سيناء الجو فيها هيكون حار مع رياح معتدلة، وبرضو شمال الصعيد حار مع رياح معتدلة. أما بقى جنوب الصعيد فالجو هيبقى شديد الحرارة. ودلوقتي هنتابع مع بعض درجات الحرارة في عدد من المحافظات، لكن النهاردة مفيش أي أمطار. خلينا نبدأ زي ما احنا متعودين من القاهرة اللي العظمى فيها 31 درجة والصغرى 20، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19، مطروح العظمى 28 والصغرى 20، بورسعيد العظمى 30 والصغرى 24، دمياط العظمى 30 22، الإسماعيلية 33 20، السويس 32 21، والعريش 31 21. خلينا نشوف طابة اللي العظمى فيها 31 والصغرى 22، كاترين 27 16، شرم الشيخ 34 25، الغردقة 34 25، الفيوم 25 19، بني سويف 35 19، المنيا أيضا 35 18، أسيوط 36 19. سوهاج العظمى 37 والصغرى 20، قنا العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 20، الأقصر بتسجل أعلى درجة حرارة معانا النهاردة هي أسوان مع بعض والوادي الجديد بيسجلوا 39 درجة مئوية في العظمى، الصغرى 21 الأقصر، والصغرى في أسوان 24 والوادي الجديد 23. أما حلايب العظمى فيها 32 درجة والصغرى 26. إجمالا الطقس النهاردة هيكون معقول جدا، وعلى مدار الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع درجات الحرارة هتنخفض من 4 لـ5 درجات، يمكن يبقى فيه شوية مطرة لكن الموضوع هيبقى هادي وبسيط ومفيش أي داعي للقلق اللي احنا حاسين بيه على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا بقى نتحول من نشرتنا الجوية لنشرتنا الفنية، ونبتدي مع الجزء الثاني من مسلسل اللعبة اللي بيقوم ببطولته الفنانين شيكو وهشام ماجد، واللي ابتدوا بالفعل تصويره امبارح في مدينة الشيخ زايد.
أما بقى الموسيقار عمر خيرت بيستعد لإحياء حفله الجديد على مسرح مركز المنارة في التجمع الخامس. الحفلة دي هتكون يوم الجمعة 30 أكتوبر وهتبتدي الساعة 8:30 بالليل. هيتم إقامتها طبعاً مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. فيلم صندوق الدنيا للنجم خالد الصاوي هيشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان أونتاريو السينمائي الدولي. الألبوم المنتظر لجيل الثمانينات والتسعينات هيتم طرحه قريباً. الفنان محمد محي قرر أنه يطرح أحدث أغاني الألبوم الجديد بتاعه بتاع زمان، وهيطرحها باسم بعيدنا، وده في آخر الشهر الحالي. وطبعاً تم تأجيل الألبوم أو صدوره من الأسبوع ده لنهاية أكتوبر. الأغنية كلمات أحمد مرزوق والتوزيع والألحان لمحمد رحيم. أما بقى محمد كيلاني انضم لفريق عمل مسلسل حلوة الدنيا سكر، واللي اتعقد على المشاركة مع بطولته مع هناء الزاهد. وأكد كيلاني أنه هيبتدي يصور أول مشاهده الأيام اللي جاية إن شاء الله. رامي صبري طرح بالأمس أغنية جديدة بعنوان مش مرتاحين. تبقى دي آخر أخبارنا في نشرتنا الفنية. خلينا نرجع لدينا نستكمل باقي فقراتنا في صباح الخير. تفضل يا دينا. شكرا يا منى. وهنرجع مع الناس لحاجة أنا عارفة أنها منتظرة بقالها وقت كتير، تطوير القاهرة الخديوية، واحد من المشروعات القومية اللي المصريين مستنينها. يعني كل من عبر في القاهرة بيقول الجملة دي، بيقول إن القاهرة من أجمل مدن العالم لكنها من أكثرها زحاماً، وده اللي بيتم للحفاظ على الطراز المعماري الجميل ولتجميل القاهرة عشان ترجع للصورة الحضارية اللي بتستحقها. اللي بدأت نتائج هذا التطوير بتظهر مع تطوير في عدد كبير من العقارات، وتطوير في ميدان التحرير وإضاءته بشكل متخصص، وفي مشروعات تطوير تانية بتحصل في القاهرة الخديوية. معنا دلوقتي مع موجز الثامنة مع محمد الشاذلي. شكرا نادينا. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة الإدارية الجديدة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وبما يحقق جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمود شاهين رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والحي الدبلوماسي والسفارات والمحور المركزي والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور، حيث وجه السيد الرئيس بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وذلك في إطار استراتيجي شامل يساهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كافة الجوانب وتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء إيهاب الفار استعرض الموقف التنفيذي الراهن لمختلف الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنها تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية والتوقيتات الزمنية ومعدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع. كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، وكذلك أعمال التطوير الشامل لبحيرة المنزلة، بما في ذلك إنشاء طريق دائري حول البحيرة يساهم في جهود تنميتها وربطها بمختلف المدن في المحافظات المجاورة.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت اسم جائزة الدولة للمبدع الصغير. تمنح الجائزة سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون. هذا وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير السياحة والأثار خالد العناني أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة أثار سقارة. أسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن أبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة. وحرص رئيس الوزراء على النزول إلى إحدى أبار الدفن الثلاث الجديدة، ووجه شكرا للعاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للأثار على المجهود الذي يقوم به هذا الجيل من الأثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري ومنتظم. من جانبه أكد العناني أن هذه الاكتشافات تمت بأيد مصرية خالصة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 5 متاحف قبل نهاية العام الجاري هذا، وسوف يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثرية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات رفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني، وذلك بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر. قام وزير الدفاع بالاطمئنان على جاهزية القوات المنفذة للتفتيش والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات. يواصل المصريون بالخارج طباعة بطاقات الاقتراع لاختيار مرشحين في انتخابات مجلس النواب وإرسال البطاقات عبر البريد إلى البعثات الدبلوماسية في كل دولة. هذا وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم متابعة غرفة عمليات الوزارة لسير انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. الاستحقاق الدستوري والواجب الوطني اللي منحته الدولة للمصريين في الخارج. فعاليات الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب بدأت إجراءاتها في الخارج فعليا اليوم من خلال طباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية. وفي هذا السياق تتابع غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم تطورات العملية الانتخابية للمصريين بالخارج. النهاردة بالتأكيد منذ الصباح، يعني الساعات الأولى في الصباح، غرفة العمليات بتستمر الحقيقة في الرد على كافة الاستفسارات المواطنين في الخارج. النهاردة وبكرة بيبدأ عملية تصويتهم في الخارج على برلمان 2020. بالتأكيد أنه الكثير من الاستفسارات خط ساخن موجود بيننا ما بين الهيئة الوطنية للانتخابات. مجلس النواب مهم جدا ليهم أن هم يشاركوا في وضعه وفي بنائه، خاصة ونحن لدينا 8 من الممثلين عن المصريين في الخارج داخل مجلس النواب. وخلال متابعتها تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع عدد من المصريين المقيمين بالخارج عبر التطبيق الإلكتروني زوم للتواصل معهم والتأكد من تسجيل بياناتهم وحثهم على التصويت والمشاركة في الانتخابات. طبعا احنا عندنا يعني جميع وسائل السوشيال ميديا الخاصة بالوزارة، ودي معلنة على السايت، وفي نفس الوقت عندنا خط ساخن، يعني مش عايز اقول 24 ساعة لاستقبال اي مشكلة او اي عائق بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج. وبدورنا بنقوم بنقل السلبية او المشكلة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات اللي بتقوم طبعا بجهد عظيم وجهد مشهور ان هي بتعمل على حل هذه السلبية او المشكلة. لكن الحمد لله حتى الان زي ما بقول لحضرتك ما فيش يعني اي مشكلة ظهرت على ارض الواقع. اجراءات طباعة وارسال بطاقات الاقتراع الى البعثات الدبلوماسية في الخارج تستمر حتى غد الثلاثاء، تمهيدا لبدء عملية التصويت في المرحلة الاولى التي تضم 14 محافظة من 21 من اكتوبر الجاري حتى 23 من الشهر نفسه. محمود جميل، التلفزيون المصري. تلقت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، وذلك بعد تلقيها الجرعة الأولى في 28 من سبتمبر الماضي. يأتي ذلك في إطار مشاركة وزيرة الصحة في التجربة الإكلينيكية بمرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن مبادرة من أجل الإنسانية
وضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون بمجال التصنيع حال ثبوت فعاليته. وقد وجهت وزيرة الصحة الشكر لجميع المشاركين في التجربة والذين بلغ عددهم أكثر من 3000 مشارك حتى الآن، داعية المواطنين إلى المشاركة في التجارب من أجل الإنسانية. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 67 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98,314 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، مشيرا إلى وفاة 10 حالات جديدة. تفرض تونس اليوم حظرا للتجول في أنحاء البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وسمح رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي لكافة الولاة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس. وقد تصاعدت حالات الإصابة بكورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40,000. تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عميد المراسلين الأجانب في مصر فولكارد فين فور رئيس جمعية المراسلين الأجانب، وكان الفقيد قد حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما له على تفانيه في مهمته الصحفية طوال 60 عاما، كان مثالا فيها للكفاءة والمهنية. وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعازي لعائلة الفقيد ولكل العائلة الصحفية في مصر. تم انتخاب المرشح محمود محي الدين بالإجماع مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي وعضوا بمجلس إدارته ممثلا لمصر ومجموعة الدول العربية بالإضافة إلى المالديف. وأكد محي الدين أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة، وأن هذه الفترة تشهد تحديات كبرى للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية مع تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار. جاء ذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع السودان من القائمة التي تمثل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من المؤسسات الدولية. هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون. نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار، بهذا القرار ينفتح المجال لمعالجة ديون السودان. العام الماضي بدأنا حوار جاد مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وظللت طيلة العام الماضي في اتصال دائم معكم نبلغكم بأننا اقتربنا من هذه اللحظة، لحظة رفع اسم السودان من هذه القائمة، واليوم تحقق ذلك. دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق كل من أرمينيا وأذربيجان إلى احترام هدنة جديدة اتفق عليها في ناغورنو كارابخ. وخلال الاجتماع الذي عقد بطلب من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، طلب أعضاء المجلس 15 الجانبين بالتراجع والاستجابة لنداءات وقف إطلاق النار. ووفقا لدبلوماسيين فإن روسيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن تعمل على إصدار بيان يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، ويدعو أيضا أرمينيا وأذربيجان لاستئناف المفاوضات التي ترعاها مجموعة مينسك. يستضيف اليوم باريس سان جيرمان فريق مانشستر يونايتد في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما يستقبل ملعب ستانفورد بريدج اليوم مباراة من العيار الثقيل تجمع صاحب الأرض تشيلسي بضيفه إشبيلية. خدمة إخبارية جديدة تأتيكم على رأس الساعة، أما الآن فنذهب بحضراتكم إلى فاصل قصير، بعده نكمل ما تبقى من فقرة صباح الخير يا مصر. صباح الخير مرة تانية. كتير مننا متابع ومهتم جدا بأخبار الإصابات في أوروبا تحديدا. ليه أوروبا؟ لأن أوروبا الأقرب لينا،
والبلاد اللي البرد خلاص رجع يصيبها والشتاء وصلها، يمكن احنا لسه الشتاء متأخر علينا شوية، لكن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا تحديدا في فرنسا في بداية الموجة الثانية للفيروس اللي ضربت بعض المدن الفرنسية، سمعنا أو قرينا عن قرار السلطات بتطبيق حظر التجول في باريس وثمان مدن فرنسية كبرى، هي محاولة لوقف تفشي الفيروس. وطبعا كل الدول أخذت خبرات في التعامل من خلال الموجة الأولى. إحنا همنا كتير من التفاصيل في هذا الخبر. مشرفنا على التليفون دكتور يحيى مكي أستاذ الفيروسات بمستشفى وجامعة ليون الفرنسية. صباح الخير على حضرتك دكتور يحيى. صباح النور أستاذة ديمة، وتحياتي لك ولكل مشاهدي الكرام ولأهلنا في مصر وكل المشاهدين، مرحبا. كل التحيات لحضرتك. أنا بس محتاجين نسأل حضرتك أنه هل اللي حصل في فرنسا موجة تانية ولا امتداد لانخفاض في الأعداد ثم ارتفاع مرة أخرى؟ لا، نحن كما تفضلتين في المقدمة سيدتي الكريمة بأنه دخلنا في الموجة الثانية لأنه عدد الإصابات ارتفع جدا، وبعد ما كنا أقل من 100 حالة يوميا أصبحنا ما يفوق 30,000 حالة يوميا. فالإصابات خطيرة جدا قوية، عدد المرضى الذين يتوفون على المستشفيات كثر، العناية المركزة كذلك عدد الوفيات ارتفع. من كنا قبل أقل من في شهر أغسطس كنا أقل من 5 أو 4 وفيات يوميا، أصبحنا فيما يقارب 100 وفيات سواء كبار السن، لكن عدد كبير من المصابين هم شبان أقل من 40 سنة، ولهذا عدد الوفيات أقل بكثير مما في الموجة الأولى في شهر فبراير الماضي ومارس. إذا حضرتك بتقول إنه الموجة قوية، سؤالي حضرتك هل الموجة الثانية عادت بنفس الأعراض؟ يعني طبعا الجزء اللي بيخص الشباب دي حاجة مطمئنة إنه بيقدروا يتعافوا، لكن هل هي نفس الأعراض؟ نعم نفس الأعراض، وخاصة الإصابات قوية والوفيات والذين يتوفون عن المستشفيات هم خاصة كبار السن، وحتى وإن كانوا أقل من كبار السن هم الذين لهم أمراض مزمنة، فالأمراض المزمنة هي الأثر الشديد والذي يفسد مثلا عدد الوفيات الأكبر والأكثر في الولايات المتحدة الذي يتصدر القائمة. كذلك درسنا من ناحية علمية السمنة الذين لهم الوزن كثير جدا في الذات، لأنه تحت جلد الإنسان السمن فيه مكون بروتيني الذي ينقص من تطور المناعي، بروتين درست من طرف العلماء تسمى دال باء واحد التي تلعب دور في المناعة وفي الحفاظ على الإنسان، فعند الذي له وزن كثير فهذه البروتين لا يلعب دوره في المناعي ويسبب الخطر الأثر الشديد سواء على الشرايين سواء على القصبات سواء على الرئة على الكبد على الكلى، لأنه القناة القابلة للفيروس في الأول كنا نحتسب بأنها موجودة إلا في الخلايا الرئوية في القصبيات، لكن ظهرت بأن هذا القناة التي هي قناة الأنزيمة الخميرة العكسية للأنجيوتونسين موجودة في الكلى موجودة في القلب موجودة حتى في النسيج الذي هو تحت الجلد الإنسان، فلهذا عندما يكون المناعة ضعيفة يكون في الحاد فالفيروس يتحول إلى كل إذا الأعراض الجديدة التي يعني إذا حضرتك بتقول إنه في ارتباط حقيقي زي ما كنا نعرف في معلومة كنا نعرفها إن هي الارتباط بالأمراض المزمنة بيزود الخطورة، لكن حضرتك كمان بتضيف السمنة كأحد الأمراض المزمنة اللي ممكن تزود خطر الإصابة بفيروس كورونا أو تزود صعوبة الحالة، مظبوط؟ نعم سيدتي، لأنه السمنة تقريبا تتبعها كذلك المرض السكري، لأنه السمنة تسبب كذلك ضرر في الخلايا التي تمتص السكر، فالأنسولين لا تعمل جيدا عند السمنة، فهنا السمنة يديها المرض السكري الديابيتس،
فهنا الخطر الكبيرين. وفي اعراض اخرى عند كبار السن، نحن نعلم كبار السن لماذا مثلا التلقيح ضد الانفلونزا سنويا يعطى للكبار السن، لانه مناعه كبير السن ناقصه، والخبره في الانفلونزا اخواننا علماؤنا في مصر العزيزه والقاهره علماء لهم خبره كبيره في اللقاح وفي خاصه دراسات الانفلونزا، فيروسات الانفلونزا. طب انا عندي اسئله كتير كمان يا دكتور فيما يخص اولا لان حضرتك ذكرت فيروس الانفلونزا، ففي كتير من النظريات بتروج لفكره انه من المفضل ان الناس تاخد لقاح لفيروس الانفلونزا الموسميه السنه دي، هل حضرتك بتوصي بده ام لا؟ نعم اؤكد عليه. كل المرضى المزمنين والذي لهم زرع كلى، زرع قلب، زرع كبد، وكذلك زرع النخاع العظمي، لانه اكبر معهد لسرطان الاطفال وللمرضى زرع النخاع العظمي في مصر، كذلك كل المرضى المزمنين الذي لهم امراض مزمنه هذه بالضبط يفضل انهم ياخذوا اللقاح. نعم هذا لازم اللقاح. لماذا؟ لانه التفسير بين اللقاح ضد الانفلونزا يحمي الانسان ان يصيبها الانفلونزا، فاذا اصابه الانفلونزا وفي نفس الوقت ينتشر الكوفيد 19 ويصيب الكوفيد، فهنا لا قدر الله الوفيه تكون اكثر والاثر على القلب وعلى الجسم يكون اكثر وشرس. ونحن نعلم اذا كان فيه دراسه كذلك انا قمت بها، اذا انسان اصيب بفيروس ففي خطر، فاذا اصيب بفيروسان في نفس الوقت او ثلاثه فالخطر يكون اكبر واشد، وخاصه عند الذين عندهم فقدان في المناعه سواء بسبب مرض سرطاني او بزرع عظم الاعضاء كبد كلى او الى اخره. ودي معلومة مهمة جدا من حضرتك. أخيرا عايز أسأل حضرتك، هل في تغير في الأعراض يعني في الموجة اللي حصل في فرنسا، هل الأعراض تغيرت؟ الحديث عن أنه كان مرض يسبب الجلطات، أن فيروس الكورونا يسبب الجلطات، هل ده تم تأكيده أو نفيه؟ نعم تم تأكيده بالتفسير الذي تكلمنا عنه معك سيدتي ديما في الأول، بأنه أثر الفيروس على الشرايين وخاصة على الشرايين الضيقة الصغيرة التي هي في الأعين في الكلى تحت الجلد، فأصبح يغير كل الدورة الدموية وأصبح يتخثر الدم في الشرايين الضيقة الصغيرة، ومنها تتكون الدم يتكبد ويصبح حجر صغير، ومنها تصبح يا أما جلطة دماغية يا أما جلطة قلبية. وهنا رأينا في بعض الأحيان في الفيديوهات وفي الأفلام خاصة في الأول في الصين عامل واقف في المستشفى حتى يسقط على طوله، لأن هذه الجلطة بسبب التخثر الدموي، الفيروس عندما يتكاثر في الخلايا ويتضاعف فيكون التهاب من المناعة لكي تهاجمه فتهاجم كل الخلايا ومن الخلايا الكبد، فيكون فيه تخثر ويكون فيه الجلطة الدماغية. لكن كذلك في تغير للفيروس الفيروس يعني في تكاثره تغير، وبسبب تغيره فأصبح ربما أكثر شراسة وقتلا في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، وهذا ما يسبب بالنسبة للنسخة الأولى أو الخلية الجذع الفيروس الجذعي الأول الذي ضرب انتشر من الصين وضرب آسيا وإيران ومرورا بمصر دخولا إلى إيطاليا، ففي أوروبا تغيرت في المكون الجيني في المنطقة 614 كان حمض أميني حمض جلوتاميك أصبح جليسين، وفي تغير الفيروس نحن نعرف إذا تغير الفيروس يا أما يبرد وينطفئ ويصبح غير مضر يا أما يزيد في شراسته ويتكاثر في التضعف، فهذا الفيروس أصبح نعم في هذه الحالة الفيروس أصبح يتكاثر 10 مرات من الأول اللي ظهر في الصين. نعم وهنا الخطر، ولذا إذا سمحتي لي أوجه خطابي لكل شعبنا العزيز المصري ولكل من يشاهد شاشتكم الكريمة، الحل الوحيد اليوم ليس لنا دواء وليس لنا لقاح، هو أناشد كل المواطنين والمشاهد الكريم استعمال القناع، تطهير الأيادي فقط كل نصف ساعة بالماء والصابون، نحمي أنفسنا ب 95% من الفيروس، وإذا زدنا احتراما البعد المسافي فهنا أحسن، وخاصة مصر بلد عظيم وبلد كبير والجامعات دخول الاجتماعي دخول المدرسي دخول جامعي، فأنا أطالب وأناشد وأنصح إخواني في أهلنا في مصر في كل الدول استعمال القناع، تطهير الأيادي، احترام المسافات، عدم القبلة، عدم حضور الحفلات، عدم فهنا نحفظ على الأرواح ونحافظ على الأرواح حتى إن شاء الله الشهر شهرين، لأنه هذا الموسم سيدتي نقطة أخيرة هذا موسم انتشار كل فيروسات المعدية عن طريق الجهاز التنفسي. عندنا عائلة الرينو فيروس فوق 50 نوع من الفيروسات، أدينو فيروس 25 فيروس،
الانفلونزا اربع فيروسات، البي ار اس، الفيروس ريسبيراتوار سينسيتال. وزي ما حضرتك قلت الخطوره مش بس في الفيروسات المعتاده والاصابه بيها، لكن الاصابه بها مصاحبا للاصابه بفيروس كورونا واللي ممكن يكون خطر على الحياه. دكتور يحيى كل الشكر لحضرتك، المعلومات جميعها قد تبدو صادمه لكنها جديده ومهمه جدا بالنسبه لنا. دكتور يحيى مكي استاذ الفيروسات بمستشفى وجامعه ليون الفرنسيه، كل الشكر لحضرتك. يعني لن اخفي ان انا المكالمه دي ممكن تكون واحده من الحاجات اللي تعيد، احنا خايفين وقلقانين ومدركين، لكن تعيد ترتيب ذهننا فيما يخص تعاملنا مع ازمه فيروس كورونا. هرجع معاكم مره تانية بس عشان نهدى شويه كده من التوتر المصاحب لكورونا. اتكلمنا وطول الوقت بنتابع الكشف الاثري الجديد اللي طلع عليه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، واللي كان في لفته لطيفه وفيها قدر كده بيقول لنا ده شكل مصر الجديده، مصر الشابه اللطيفه اللي بتتحرك بدون تقيد برسميات. فكره نزول دكتور مدبولي في البير اللي اكتشفته البعثه الاثريه المصريه، واللي ما كانش هو الاول من نوعه في منطقه اثار سقارة، لكنه بيجي بعد أقل من شهر من اكتشاف 59 تابوت أثري في نفس المنطقة، وكان تم الإعلان إن احنا مكملين في الكشوف. تعالوا نشوف تفاصيل ونرجع نكمل. مشهدا ربما يكون استثنائيا وفريدا من نوعه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنزوله إلى بئر دفن أثري لتفقد الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة بصحبة وزير السياحة والآثار، ليتطلع إلى حضارة مصر العظيمة التي ما زالت تكشف أسرارها للعالم من خلال الاكتشافات الأخيرة بمنطقة آثار سقارة، والتي كان آخرها اكتشاف ثلاث غرف دفن كان من بينها الغرفة التي تفقدها رئيس الوزراء. النزول إلى بئر الدفن الأثري من قبل رئيس الوزراء بصحبة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كان الهدف منه تشجيع البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار التي كان لها الفضل في هذا الكشف والاكتشافات السابقة بمنطقة آثار سقارة، حيث كشفت البعثة الستار عن آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها وبداخلها عدد ضخم من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعدد من اللقي الأثرية المذهبة، وهو ما دفع رئيس الوزراء لتوجيه الشكر للبعثة الأثرية المصرية. الاكتشاف الأخير الذي لم يكشف عن كامل محتوياته الأثرية يأتي بعد الاكتشاف الأكبر للبعثة المصرية في عام 2020 لبئر عميق للدفن يضم أكثر من 59 تابوتاً آدمياً مغلقاً منذ أكثر من 2500 عام، وبلغ عمق البئر نحو 11 متراً، وعثر بداخله على توابيت خشبية ملونة ومغلقة، وكان متوقعاً أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها، وتم العثور بداخلها على عدد من اللقي الأثرية والتوابيت الخشبية في الكشف الذي يعتبر الأكبر خلال السنوات الماضية في منطقة آثار سقارة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف. اللي سمعناه في التقرير يخلينا يعني نطمن على نفسنا لما نبقى بنقول إن احنا عارفين إن بلدنا أجمل بلاد العالم وأكتر بلد كلها مفاجآت في العالم، يبقى احنا مش بنبالغ. الكشف الأثري اللي بيعتقد ان هو الأكبر منذ فترة طويلة، واللي مش بس بيطمننا ان احنا يعني في منطقة عظيمة جدا وانه عندنا كنوز ما بتخلصش، لكن كمان في تفاصيل مهمة عن هذا الكشف اللي من بدايته، وهو حتى كمان السيد وزير الآثار دايما يقول كده انه لا ده احنا لسه ما خلصناش، احنا متوقعين ان نلاقي حاجات أكبر. احنا معانا على تليفون دكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة آثار سقارة. صباح الخير، أنا عارفة أن أنتوا في أيام عيد في الأيام دي، صباح الخير على حضرتك. أهلا، صباح الخير يا فندم. إحنا مبسوطين لكم ومبسوطين باللي بتعملوه، وعايزين حضرتك تدينا كده لمحة عن زيارة امبارح، زيارة السيد رئيس الوزراء لآثار سقارة والبعثة المصرية وجهودها اللي حصلت، إلى أين ستذهب في الفترة القادمة وتحديدا بعد مقابلتكم امبارح مع السيد رئيس الوزراء؟
طبعا احنا بنشكر معالي السيد دكتور رئيس الوزراء اللي تشريفه وزيارته لموقع الحفاير، ودي مش المره الاولى اللي هو بيزور الموقع، وزارنا قبل كده عند اكتشاف مقبره وحدي، وده تشجيع كبير منه شخصيا ومن الدوله بشكل عام واهتمامها بالاثار وبالاكتشافات اللي بتتم خاصه على ايادي البعثات المصريه العامله في المنطقه. طبعا احنا شغالين في موقع جبانه الحيوانات المقدسه في منطقه البوباسي المسقره، ودي بعثة مصرية بدأت من 2018. قمنا بالعديد من الاكتشافات في الموقع، أشهرها طبعا كانت مقبرة النبيل وحدي، ودي من عصر الأسرة الخامسة الفرعونية من الدولة القديمة من حوالي 2450 سنة قبل الميلاد. بعد كده اكتشفنا خبيئة للحيوانات المقدسة بتحوي المئات من التماثيل الخشبية للمعبودات المختلفة من ضمنها القطط والثعابين والتماسيح. مع حضرتك دكتور محمد، تفضل دكتور. والمومياوات الخاصة بالحيوانات المقدسة برضو زي القطط والثعابين وخلافه. طبعا استكملنا العمل هذا الموسم في الموقع واكتشفنا مجموعة من الآبار التي تعود للعصر المتأخر حوالي 600 قبل الميلاد. اكتشفنا لغاية أول أكتوبر كان 59 تابوت، وتم الإعلان عنهم من قبل احتفال كبير قامت به وزارة السياحة والآثار بالموقع. طبعا ما زال العمل مستمر، واستكملنا العمل في الابار والابار المحيطه بها. اكتشفنا حجر دفن بها مجموعه من التوابيت الخشبيه الملونه الجميله واللي بعضها عليه تذهيب على الوجه، زائد مجموعه من القطع الاثريه. وشاركنا بزياره السيد معالي الوزير ثم معالي دوله رئيس الوزراء للموقع، وده كان تشجيع طبعا لينا. وان هو طبعا طب يعني انا عايزه حضرتك ده عمل رائع، احنا فرحانين جدا بهذا العمل. دكتور محمد انا عايز حضرتك توصف لنا او تقول لنا، احنا عارفين انه الشهر اللي فات كان في كشف عن 59 تابوت مغلق، الشهر ده بتقولوا لنا انه في ده كشف جديد وكبير، ممكن حضرتك تقول لنا يعني بسرعه جدا ايه اهم ملامح المنطقه، يعني الكنوز اللي اكتشفت في منطقه اثار سقاره، واللي تحديدا انتوا كبعثه بتشتغلوا عليها متهيألي لو انا معلومتي مظبوطه انه بقالكم اكتر من سنتين. طبعا يعني لو اتكلمنا عن سقاره بشكل عام، سقاره المنطقه الغنيه بالاثار لانها بتمثل كل حقب التاريخ المصري القديم لمده 3000 سنه من قبل الميلاد حتى القرن الاول الميلادي. بالنسبه للموقع اللي احنا شغالين فيه برضه كجبانه الحيوانات المقدسه، هو موقع برضه مهم جدا لان تم اشغاله بالاثار هنقول على فترات طويله تعادل اكثر من 2000 سنه. طبعا الكشف الجديد اللي احنا شغالين فيه هو استكمال للكشف اللي تم الاعلان عنه اوائل اكتوبر، لان تم الاعلان عن اكتشاف 59 تابوت، واحنا دلوقتي اكتشفنا توابيت يعني بنطمع ان العدد يزيد ويعدي 80 تابوت او اكثر، لان احنا ما زلنا في بدايه العمل في الابار الجديده ولم ينتهي. يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي من موقع الحفاير، فاحنا ما زلنا شغالين ان شاء الله، وفي الايام القليله المقبله ان شاء الله بعد انتهاء العمل في الابار ستقوم وزاره الاثار بالاعلان عن الكشف وعدد الثوابت الاجماليه التي سيتم الكشف عنها. بالتأكيد احنا قدام حدث تاريخي كبير. اخيرا عايز اسأل حضرتك ايه المتوقع من شكل، يعني ان شاء الله بعد الانتهاء من كل الحفائر، ايه المتوقع من اعلان عن المنطقة دي بوجه جديد، او ازاي ممكن وزارة السياحة والاثار تكون عندها خطة للترويج العالمي للكشوف المهمة دي؟ طبعا احنا الموقع اللي احنا شغالين فيه اكتشفنا فيه حاجات جديده لم تكن معروفه من قبل. يعني مثلا عشان نكتشف مقبره وحدي من عصر الدوله القديمه بموقع البوبسي، ده كان كشف كبير جدا وكان غير من المتوقع خالص ان احنا نلاقي مقابر دوله قديمه بهذا الجمال في هذا الموقع. ده كان حاجه اعلاميه كبيره جدا.
برضو خبية الحيوانات المقدسة اللي تم الكشف عنها، ثم حاليا التوابيت التي تعرض لعاصم متأخر، فكل ده لأول مرة يظهر في الجبانة. فعندنا ثلاثة اكتشافات كبيرة جدا في جبانة الحيوانات المقدسة بالبوسطن لم تكن معروفة من قبل، سواء في علم الأثار، فدي إضافة جديدة في علم الأثار، معلومات أثرية جديدة جدا بتتاح للدارسين في المستقبل القريب. وبالنسبة للسياحة فده تروج سياحي بالنسبة للاكتشافات اللي بتتم في الموقع، سواء من مقابر ثم مومياوات ثم تماثيل وتوابيت خشبية وقطع أثرية فريدة من نوعها. كل الشكر لحضرتك دكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة أثار سقارة، بشكرك. وإحنا قدام حاجة كده أيام من التاريخ، الأيام الفيديوهات اللي حضراتكم شايفينها، الخبر اللي احنا بنصحى نسمع خبر عن كشف جديد، ده خبر يهز العالم. احنا في مصر بس اعتدنا عليه، لكن واحد من الحاجات اللي عايزين برضو نتعلمها نبطل نتعود، ننبسط وننبهر ونفرح بكل حاجة جديدة حلوة ومهمة حقيقية بتحصل في بلدنا. بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم. صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم مرة تانية. زمان واحنا في المدرسة ومناسبة العودة إلى الدراسة، يعني علمونا جملة عمرنا ما بننساها، إنه الجو في مصر حار جاف صيفا دفيق ممطر شتاء. مش عارفة يعني كلنا فاكرينها لا، لكن هو الحقيقة إنه لما كبرنا بقى اكتشفنا إنه لا، الموضوع بيتغير قوي. يعني أحيانا بتتغير الأجواء ونيجي في الصيف نقول لا الدنيا لسه الجو لطيف، ونيجي في الخريف زي دلوقتي نقول الدنيا لسه حر، درجات الحرارة بتتغير. واضح جدا إنه طبعا الاحتباس الحراري في الأرض غير المناخ في العالم كله، لكن إيه نصيب مصر وإيه اللي ممكن يحصل، وبالذات مع توقعاتنا والتحذيرات اللي هيئة الأرصاد الجوية قالتها إنه النص تاني من الأسبوع هيكون في بعض الاضطرابات. إحنا النهاردة يعني ناخد الرأي والرد من الخبير، وإحنا النهاردة متشرفين إنه معانا دكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. صباح الخير على حضرتك ومنورنا. صباح الخير أستاذة دينا، ربنا يخليك. يعني هو إيه اللي حصل في الجو؟ يعني احنا الجو لحد دلوقتي الصبح ممكن يبقى الحرارة عالية جدا رغم اننا في فصل الخريف. انا فاكرة وانا في اكتوبر ونوفمبر في المدرسة كنت ببقى لابسة شتوي. ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل في الجو ان المقدمة الحركة قلتيها بالضبط، احنا لما كبرنا الجو اتغير. لا هو الجو اتغير ملوش علاقة بينا. بس في طبعا ظاهرة التغير والتغيرات المناخية دي ظاهرة عالمية ملاش علاقة بمصر او باي منطقة بعينها. لو حضرتك زي ما بتقولي كده، زمان كان الشتاء فعليا بيبدا في اواخر سبتمبر اكتوبر، بتلقى الجو شتاء فعليا. الفلاحين والمزارعين عارفين كويس جدا ان الجو اتغير، لان هو رابط نفسه بزرع طبعا، وشايف ان مواعيد الزراعه بتاعه زمان لا تصلح، شايف ان الاصناف بتاعه زمان لا تصلح، فهو اكتر واحد خبير ان الجو فعليا اتغير هو طبعا، والعلماء او الخبراء اللي شغالين في المجال ده وبيتعاملوا بالارقام، فهو شايفين لا ان في تغير فعليا في الجو. فما اصبحش الجو في مصر حار جاف صيفا ولا دافئ ممطر شتاء، واصبح فصل الخريف اللي احنا فيه الخريف بادئ فلكيا من 23 سبتمبر، يعني دخل في شهر تمام، وباقي له تقريبا كمان شهرين، يعني على 23 ديسمبر هيبتدي الشتاء فلكيا. المناخ في مصر او غير مصر لا يعترف بالمواعيد الفلكيه بتاعت زمان، لا يعترف بها، فبالتالي في تغير واضح في المناخ. هذا التغير يستلزم ان في حاجات كتير تتغير، سواء على مستوى السلوك بتاعنا، سواء على مستوى حتى اجراءات وممارسات المزارع. هو ليه دايما بقول المزارع؟ لان المزارع بيتعامل مع نبات اكثر حد ارتباطا، يعني النبات معرض للجو 24 ساعه في 60 دقيقه في 60 ثانيه طبعا. لا بيلبس تقيل النبات ولا بيلبس خفيف، ده معرض للجو، فهو اكثر الكائنات الحيه تفاعلا مع المناخ. فبالتالي الامور بتبقى واضحه قوي بالنسبه لموضوع النبات. نرجع تاني للخريف. طب الخريف ده فصل انتقالي، يعني هو فصل كان بيأهل الارض انها تنتقل من حر واستنزاف الصيف الى جو برد الشتاء، فبالتالي بيبقى فتره انتقاليه بتاخد الارض طبعا بكل الاحياء اللي على الارض بشويش كده يدخلوا الشتاء. لا الخريف ما عجبوش الحال بسبب تغير المناخ وبدا
انه يتمرد يقول لا ده انا الوحيد الخريف اللي ماليش حد بيغني بيه. الناس بتغني بالربيع واللي بيغني بالصيف الخريف الفصل الوحيد اللي محدش بيجي ناحيته. حتى لما الناس تجمش كده يسموه برضه ربيع، خريف ما يسموش خريف. خريف حلو برضه. ربيع عشاق على فكره الخريف يحبوه يعني. نادرا جدا يعني. هو ده مرتبط بالتساقط الاوراق واصفرار الاوراق، فالناس يقول لك لا ده يعني حاجه بتقول يعني بتدل على نهايه العمر. نرجع للخريف تاني. الخريف فصل زي ما قلت لحضرتك انتقالي، مش المفروض يبقى فيه مطر. وتقريبا التقلبات المناخيه ما تكونش فيه حد قوي بالزبط. لان هو فصل انتقالي في النهايه بالزبط. ولكن ما هو متوقع وبناء على قضيه او موضوع التغيرات المناخيه، لا في بعض التقلبات وعدم استقرار في الطقس بدءا من اليوم بس هيبدا من الساحل الشمالي الغربي من السلوم وسيوه، في صوره ان يبتدي يحصل مطر خفيف على بعض الظهر. هذه الامطار تبتدي تشتد في هذه المناطق وتبتدي تتجه نواحي الداخل. لحد امتى؟ هي هتنتهي المرحله ديت يعني، او حاله عدم الاستقرار على يوم الاحد ان شاء الله. القاهره نصيبها من الموضوع يوم الجمعه ويوم السبت، هيكون في بعض الامطار يوم الجمعه خفيفه شويه او ممكن حتى الجو يغمم، بس يوم السبت يبقى في كميه امطار احتمال تكون غزيره واحتمال تكون احيانا رعديه سواء على القاهره او على مناطق كتير من الوجه البحري. هتنتقل الى سيناء كمان واحتمال تعمل ما يسمى بالجيران السطحي او بعض السيول في وسط وشمال سيناء بالتحديد. هذه الحاله من عدم الاستقرار ليها تاثيرات لا محاله على الزرع الموجود. ودي حاجه مهمه لان جزء كبير من النشاط الموجود نشاط الزراعي. بالمناسبه النشاط الزراعي هو النشاط اللي مسك نفسه قوي في ازمه كورونا. الحمد لله ما حصلش اي مشاكل، واللي بيتقدم دلوقتي بشكل كبير ما حصلش الحمد لله اي مشاكل في تواجد السلع في السوق، السلع الاستهلاك. ما حدش شاف ان الطماطم وصلت ل 50 جنيه طبعًا. ولا كذا ولا كذا الحمد لله. فالقطاع الزراعي في مصر قطاع متماسك. وزاره الزراعه اللي انا اتشرف ان انا انتسب ليها بتقوم بمجهود كبير جدا مع الوزير الزراعه الحالي مع كل القيادات الموجوده، وعشان كده حضرتك دايما مشغول في تغيرات المناخ بالتاثير على الزراعه. ده امر مهم جدا لان ده نشاط اقتصادي مهم للبلد طبعًا. ومهم للمزارع، هو النشاط الوحيد للمزارع طبعًا. رزقه اكل عيشه. الانسان يعرف يتصرف ويعرف يتكيف، وحتى الحكومه احنا شايفين انها بتستعد للامطار بقى لها وقت طويل، فده برضو يعني حاجه كويسه جدا من يعني السنه اللي فاتت امتحان كده للاستعدادات دي. اذا كان حضرتك بتقول ما كانت الامطار متوقعه بعد كده بشويه لكن هي جت مبكرا مظبوط تمام. بس في نقطه مهمه كان في مدخله تليفونيه مع بخصوص موضوع كورونا. الجو فعليا هينكسر، درجه الحراره فعليا هتنكسر ليلا بس ليل متاخر شويه والصبح بدري او مبكرا. فموضوع ان احنا ما زلنا كلنا لابسين صيفي طبعا لان الجو ما زال صيفي. اللي بيقعد يسهر او يستنى لفتره متاخره موضوع اللبس الخفيف ده ممكن بقى يعرضه ان يبقى فيه برد، حتى بيسموه برد الخريف. التغير الفروقات ما بين الحراره بتاعه الصبح والحراره بتاعه بالليل كبيره جدا. النهار يعني 20 درجه مثلا؟ لا تقريبا 12 13 ودي كبير، وده فرق كبير. ده كبير طبعا. فرق كبير على الجسم، فرق كبير على الكائنات الحيه ان يحصل التذبذب الكبير ده. فكل زي ما قلت لحضرتك اي كائن حي بيستجيب للمناخ الموجود. تخيل لما يكون في 13 درجه فرق ما بين الليل والنهار يعني ساعات معدوده يوصل الفرق ده، فاوتوماتيك يبقى في مشاكل. فالناس تحافظ على نفسها شويه في موضوع اللبس وخاصه اللي بيأخروا بالليل او اللي بيصحوا الصبح بدري قوي يعني. طب انا عايز اسال حضرتك على التغيرات المناخيه العالميه، يعني هو اللي بيحصل في مصر ده هل من المتوقع انه خلاص ده الجو الجديد زي ما حضرتك بتقول، ولا احنا بنفضل كل سنه نرصد ايه اللي هيتغير؟ الامطار جايه بدري عن ميعادها ولا متاخر؟ زي ما حضرتك قلت كده ده الجو المتغير الجديد يعني ده العادي الجديد زي برضه ما بيقولوا لنا في الكل، لان كل سنه وحضرتك فاكره ان 2018 الصيف كان السنه كلها الصيف فضل مستمر لغايه شهر 12 وبدا مبكرا. يعني بدا من امتى حضرتك لو افتكرت ان يوم 1/3 او 2/3 كان درجه الحراره في القاهره 40 في 2018 عكسه تماما في شتاء 2019 ان الصيف تكهكر والشتاء استمر 5 لشهر مايو. هذا التغير في المناخ اللي من سنه لسنه مفاجئ، التقلبات دي مفاجئ طبعا. احنا برضو موضوع التنبؤات لمدى طويل لسنه قدام صعب شويه، ولكن على الاقل جدا في فتره ان انا اقعد اسبوع 10 ايام اسبوعين يبقى عندي على يعني على رؤية الحد الادنى ان الدنيا هتمشي ازاي، وخاصه موضوع الزراعه. ليه؟ انا متوقع ان في امطار، ودي اول نصيحه اقولها لاخواتي المزارعين، انا متوقع ان في امطار من يوم الاربع امطار بقى اللي بجد وخميس وجمعه وسبت. فاللي هيروي النهارده مثلا ما يرويش ايا كان الزراعه ايه، يعني شجر محاصيل خضر استنى اي زراعه خاصه انا بتكلم على الدلتا ما بتكلمش على الصعيد، بتكلم من القاهره او يعني من الجيزه مناطق الزراعيه حتى الشريط الساحلي في شمال الدلتا. اي حد من اخواتي المزارعين
جاء ميعاد الرايه بتاعته النهارده او بكره ما يرويش. استنى طبعا، لان احتمال ينزل كميه مطر قد رايه او رايه ونص، والارض مشبعه بالميه، هيحصل مشكله بقى اللي حصل في شهر مارس، والناس اشتكوا كتير ان الزراعات كتير حصل لها بعض المشاكل. فعشان كده بقول ما حدش يروي خالص. حتى لو نزل كميه ميه الارض تستوعبها، يوم ما يحصلش مشكله للجذور واختناق والمشاكل الفسيولوجيه المعروفه دي. النقطه الثانيه، بعد انتهاء الموجه مباشره يعني يوم الاحد ان شاء الله، هيبقى في بعض التعامل مع الزراعه الموجوده زي الرشاط وحاجات زي كده. يفضل ان تكون رشاط احماض امينيه، ومن بعد المركبات اللي تفوق النبات، تقول النبات بقى فوق شويه بعد شويه المطر اللي نزل بعد المويه الكتير، التذبذبات في الحراره دي فوق شويه، يقوم يساعد شويه في موضوع ان النبات يسترد عافيته بسرعه. النبات لو نموه توقف يومين بيحصل توقف، بيحصل مشكله دي. يعني ما بيحصلش ليه، ما بيحصلش اعاده للنمو بسرعه. فيجب ان يكون المزارع عنده فكره يتعامل ازاي مع النبات بتاعه، ودي نقطه مهمه يعني. والتواصل ده بقى مع المزارعين بيحصل بشكل تنظيمي من خلال الوزاره، ولا هي متروكه لاجتهاد كل مزارع شاطر، ولا يعني وصاحب ارض طبعا شاطر وقادر يتابع الحاجات دي ولا لا؟ الحمد لله اصبح دلوقتي في مجموعه عمل مشكله من معالي وزير الزراعه من شهر، قبل شهر مارس اللي فات، قبل عاصفه التنين اللي عملت ربكه كبير. ففي مجموعة عمل متخصصة في الجزء ده فقط، تدي التنبيهات والتحذيرات وتنزل لحضرتك. تابعت الإعلام الفترة اللي فاتت أو الميديا، هتلاحظ إن في كتير من تنبيهات وزارة الزراعة بدأت تنزل جدا. عندنا قناة زراعية مستمرة في إصدار التنبيهات والإصدارات، وبس يجب على المزارع إنه يعني إيه يشغل شوية السمع، إن يشوف الدنيا ماشية إزاي. الجو بيتغير، الدنيا كلها بتتغير، ويجب على المزارع المصري وهو مزارع أصيل، مزارع يعني جزء كبير من تاريخنا وحضارتنا، انه يجب انه ينتبه شويه ويسمع كلام المؤسسات دي مؤسسات علميه فيها كوادر محترمه تشتغل، بتطلع يعني توصيات مهمه للناس. فيجب على المزارع ان يكون قريب قوي من المؤسسات، ما يبعدش كتير. ودي حاجه حقيقي بصراحه انا بحسها المزارع طبعا بشكل خاص، لكن لكل الناس. احنا لما نبقى متابعين بنبقى قادرين نستعد، اللي عنده ترتيبات او سفر او اي حاجه اعتقد بيقدر يرتب اموره. اخيرا، هل من المتوقع انه في الفتره اللي جايه، في الشتاء اللي جاي، وحضرتك كمان انتبهت لفكره ان احنا كمان بنستعد الكورونا، يبقى في موجات عنيفه كده من الامطار، ولا الامطار المعتاده؟ لا، هو اصبح الشكل السائد للامطار ان دائما بتيجي موجات عنيفه. يعني ممكن ما تجيش خالص طول الشتاء، ولكن لما بتيجي ما بتجيش رخات بسيطه وخلاص، لا، بتيجي في صوره. دائما بدا كلمه نسمعها بقى كتير، موضوع عاصفه رعديه، عاصفه ترابيه، موضوع كذا. للاسف وده مش مناخ مصر، ده مناخ كتير من المناطق على سطح الارض. بدا حتى الاعصارات الجامده اللي بتيجي لامريكا، كانت تقول لك درجه ثانيه وثالثه، اصبحت درجه رابعه، توصل لاقصى درجه ليها. ده طبيعه تغير المناخ على سطح الارض. انا سواء كنت مزارع، سواء كنت مواطن، سواء كنت في مؤسسه مسؤول، يجب ان يكون عندي تغيير لفكري وتغيير لسلوكي نفسي، ان اتاقلم بقى. لازم اتاقلم، لان المناخ مش هيستناني ان اتاقلم. حضرتك بتشوف الدنيا بتتغير بسرعه يعني. طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم، استاذ التغيرات المناخيه ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، نورتنا. صباح شكرا يا فندم، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. سيب دلوقتي حضراتكم مع شاذلي وموجز التاسع. شكرا دينا. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، وموجز الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة الإدارية الجديدة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وبما يحقق جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمود شاهين رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والحي الدبلوماسي والسفارات والمحور المركزي والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور، حيث وجه السيد الرئيس بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وذلك في إطار استراتيجي شامل يساهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كافة الجوانب وتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء إيهاب الفار استعرض الموقف التنفيذي الراهن لمختلف الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنها تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية والتوقيتات الزمنية ومعدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع. كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، وكذلك أعمال التطوير الشامل لبحيرة المنزلة بما في ذلك إنشاء طريق دائري حول البحيرة يساهم في جهود تنميتها وربطها بمختلف المدن في المحافظات المجاورة. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت اسم جائزة الدولة للمبدع الصغير. تمنح الجائزة سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون. هذا وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير السياحة والآثار خالد العناني أعمال استكمال الحفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة. أسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الأدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة. وحرص رئيس الوزراء على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة، ووجه الشكر للعاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للأثار على المجهود الذي يقوم به هذا الجيل من الأثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري ومنتظم. من جانبه أكد العناني أن هذه الاكتشافات تمت بأياد مصرية خالصة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 5 متاحف قبل نهاية العام الجاري هذا، وسوف يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثري. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات رفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانية، وذلك بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر. وقام وزير الدفاع بالاطمئنان على جاهزية القوات المنفذة للتفتيش والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات. يواصل المصريون بالخارج طباعة بطاقات الاقتراع لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب وإرسال البطاقات عبر البريد إلى البعثات الدبلوماسية في كل دولة. هذا وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم متابعة غرفة عمليات الوزارة لسير انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. الاستحقاق الدستوري والواجب الوطني اللي منحته الدولة للمصريين في الخارج. فعاليات الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب بدأت إجراءاتها في الخارج فعليا اليوم من خلال طباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية. وفي هذا السياق تتابع غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم تطورات العملية الانتخابية للمصريين بالخارج. النهاردة بالتأكيد منذ الصباح يعني ساعات الأولى في الصباح غرفة العمليات بتستمر الحقيقة في الرد على كافة الاستفسارات المواطنين في الخارج. النهاردة وبكرة بيبدأ عملية تصويتهم في الخارج على برلمان 2020. بالتأكيد أنه الكثير من الاستفسارات خط ساخن موجود بيننا ما بين الهيئة الوطنية للانتخابات. مجلس النواب مهم جدا ليهم أن هم يشاركوا في وضعه وفي بنائه، خاصة ونحن لدينا 8 من الممثلين عن المصريين في الخارج داخل مجلس النواب. وخلال متابعتها تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع عدد من المصريين المقيمين بالخارج عبر التطبيق الإلكتروني زوم للتواصل معهم والتأكد من تسجيل بياناتهم وحثهم على التصويت والمشاركة في الانتخابات.
طبعا احنا عندنا يعني جميع وسائل السوشيال ميديا الخاصة بالوزارة، ودي معلنة على السايت، وفي نفس الوقت عندنا خط ساخن يعني مش عايز اقول 24 ساعة لاستقبال اي مشكلة او اي عائق بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج، وبدورنا بنقوم بنقل السلبية او المشكلة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات اللي بتقوم طبعا بجهد عظيم وجهد مشهور ان هي بتعمل على حل هذه السلبية او المشكلة. لكن الحمد لله حتى الان زي ما بقول لحضرتك ما فيش يعني اي مشكلة ظهرت على ارض الواقع. اجراءات طباعة وارسال بطاقات الاقتراع الى البعثات الدبلوماسية في الخارج تستمر حتى غد الثلاثاء، تمهيدا لبدء عملية التصويت في المرحلة الاولى التي تضم 14 محافظة من 21 من اكتوبر الجاري حتى 23 من الشهر نفسه. محمود جميل، التلفزيون المصري. أكد البابا تودروس الثاني أن الوطن أغلى قيمة في حياة الإنسان، مشيدا بفكرة تكوين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تضم مختلف التوجهات السياسية وتجمع أعضائها على حب وخدمة الدولة المصرية. كما أكد البابا تودروس خلال استقباله وفد التنسيقية أن حال الوطن لا يمكن أن يستقيم إلا بمشاركة كل أبنائه في البناء، مشيرا إلى أن عهد الرئيس السيسي يشهد تمكينا وتأسيسا حقيقيا لدولة المواطنة، مشددا على أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب على الجميع. فيما أشاد المتحدثان باسم التنسيقية كريم عبد العاطي وشيماء عبد الإله بمواقف قداسة البابا الوطنية في مواجهة محاولات بث روح الفتن الطائفية في المجتمع المصري. وجهت وزيرة الصحة وسكان هالة زايد بتوفير أكياس الدم وسرعة إجراء عملية قلب مفتوح لمريضة بمعهد القلب القومي بإمبابة على نفقة الدولة. جاء ذلك خلال تواجد الوزيرة بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا لتلقي الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا. أوضح خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزيرة هالة زايد وجهت بضرورة تقديم الرعاية الطبية للمريضة على أكمل وجه. أعلنت وزارة الصحة وسكان خروج 67 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98,314 حالة. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، مشيرا إلى وفاة 10 حالات جديدة. تفرض تونس اليوم حظرا للتجول في أنحاء البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وسمح رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي لكافة الولاة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس. وقد تصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40,000 حالة. تم انتخاب المرشح محمود محي الدين بالإجماع مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي وعضوا بمجلس إدارته ممثلا لمصر ومجموعة الدول العربية بالإضافة إلى المالديف. أكد محي الدين أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية، خاصة وأن هذه الفترة تشهد تحديات كبرى للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية مع تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار. جاء ذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع السودان من القائمة التي تمثل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من المؤسسات الدولية. هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون. نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار. بهذا القرار ينفتح المجال لمعالجة ديون السودان. العام الماضي بدأنا حوار جاد مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وظللت طيلة العام الماضي في اتصال دائم معكم نبلغكم بأننا اقتربنا من هذه اللحظة، لحظة رفع اسم السودان من هذه القائمة، واليوم تحقق ذلك. دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق كل من أرمينيا وأذربيجان إلى احترام هدنة جديدة اتفق عليها في ناغورنو كارباخ. وخلال الاجتماع الذي عقد بطلب من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، طلب أعضاء المجلس 15 الجانبين بالتراجع والاستجابة لنداءات وقف إطلاق النار. ووفقا لدبلوماسيين فإن روسيا التي تتولى حاليا رئاسة الدورية لمجلس الأمن تعمل على إصدار بيان يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار،
ويدعو أيضا أرمينيا وأذربيجان لاستئناف المفاوضات التي ترعاها مجموعة منسك. رياضيا، يستضيف اليوم باريس سان جيرمان فريق مانشستر يونايتد في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كما يستقبل ملعب ستانفورد بريدج اليوم مباراة من العيار الثقيل تجمع صاحب الأرض تشيلسي بضيفه إشبيلية. شاهدنا فاصل، بعده نكمل ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. وزي ما متعودين كده في 9:30 الصبح، ده معاد مناسب اننا نقدر نقول اخبار المرور النهارده على مدار اليوم كمان ممكن تبقى شكلها ايه. النهارده بصبح على مينا مكرم. مينا هيطمنا بقى ولنا الاخبار. انا عارفه انه بعد عوده الدراسه اختلفت الامور كتير. صباح الخير عليك يا مينا. صباح الخير يا دينا، برحب بيكي وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر في جولتنا المرورية. صحيح زي ما انت ذكرتي، الحقيقة احنا في وقت يعني مناسب جدا لمتابعة الأوضاع المرورية، لأنها من صباح اليوم وهي بتشهد كثافة عالية الحقيقة قادرين نلاحظها جدا. واضح قوي تأثير عودة الدراسة على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية. خليني أستعرض ده معاكي بشكل مباشر من خلال زميلي المصور اللي هيبدأ يظهر لنا الحركة المرورية. وإحنا متواجدين حاليا دلوقتي على الطريق الدائري يدينا، ويمكن واضح طبعا في كثافة عالية جدا سواء خاصة في الاتجاه اللي قادم من اتجاه المريوطية وباتجاهه لطريق المرج. كمان حتى نزلت الطريق الدائري الخاصة بمنطقة ميدان لبنان بتشهد كثافة عالية جدا. المحور الحقيقة كمان برضو القادم من 6 أكتوبر الاتجاه تحديدا ده بيشهد كثافة عالية، ويمكن ملحوظ على شمال الصورة انه في كثافة كبيرة جدا. يمكن محظوظين احنا في الاتجاه اللي احنا فيه الى حد ما في سيولة ملحوظة، لكن الاتجاه المعاكس في كثافة عالية. يمكن لو في اي طرق بديلة بننصح مشاهدينا ان هم يسلكوها، خاصة اللي متجه لمنطقة وسط البلد، لانه الحقيقة منطقة ميدان لبنان وكوبري 15 مايو بيشهدوا كثافة عالية جدا من خلال ملاحظتنا ليها من صباح الباكر الحقيقة وحتى هذه اللحظات. يمكن طبعا عودة الدراسة وإن كانت بشكل مخفف وعن طريق تقسيم أيام مختلفة مأثر بشكل كبير كمان على الحالة المرورية حتى من الساعات الأولى لصباح اليوم. وزي يمكن ما حضراتكم ملاحظين كمان احنا مقبلين على منطقة أخرى فيها كثافة عالية. وكمان حاجة جديرة بالذكر دينا، انه اوقات بيكون في بطء في الحركة احيانا في بعض الاماكن اللي احنا متواجدين عليها في الطريق الدائري بسبب اعادة رصف مناطق كبيرة جدا من الطريق. زي ما حضراتكم ملاحظين يمكن الاوناش والمعدات الخاصة باعادة الرصف متواجدة على يمين الصورة، ويمكن زي ما حضراتكم ملاحظين في شغل كبير قوي بيتم على الطريق الدائري في الفترة الحالية لرفع كفاءته واعادة رصفه مرة اخرى. ده كانت أبرز ملاحظاتنا يدينا النهاردة لجولتنا المرورية في صباح الخير يا مصر، وبعود لك مرة تانية. أنا يعني قبل ما تسيبنا أمينة عايزة أسألك في حاجة يعني قد تبدو ملهاش دعوة بالنهاردة، بس عموما يعني هل بتلاحظ أنه مع زيادة الكثافات بيبقى فيه يعني حالة كده من الفوضى في السواقة؟ يعني الالتزام المروري هل تقدر تسجل لنا ملاحظات؟ هل هو مرتبط بأنه الشوارع فاضية وهادية فالناس بتلتزم وفي الزحمة بتتغير السلوكيات، ولا تقدر تشوف ملاحظة تانية؟ يعني أتفق معاك يا دينا إلى حد كبير. مع وجود الكثافات الشديدة ديت يمكن بتبدو حالة من التوتر إلى حد ما اللي ممكن تؤدي إلى بعض التصرفات الفوضوية من البعض لتجنب الزحمة ولمجرد المحاولة للخروج من الطرق اللي بتبقى فيها يعني اشتباكات كثيفة جدا. يمكن هنا بيتجلى دور رجال المرور الحقيقة اللي بيبذلوا دور كبير في فك التزاحم والحفاظ على الالتزام بكافة يعني الضوابط المرورية اللي بتسهل وبتؤمن أيضا الحركة المرورية. ويمكن هنا بنناشد أنه الالتزام بالحارات المرورية والالتزام بالسرعات المقررة وبكل الضوابط المرورية الملحوظة والمعروفة
ده بيؤدي لمزيد من تيسير الحركة ولمزيد أيضا كمان من الوصول الآمن لكل المواطنين. لكن أي تصرفات مفاجئة أو تصرفات زي ما أنت ذكرتي بشكل فوضوي إلى حد ما، ده مش هيؤدي لشيء غير لا قدر الله حوادث أو تأخير كمان وبطء في الحركة. حاجة أخيرة دينا كمان عايز أشير ليها، إن أوقات كتيرة بنرصد بعض الكثافات في بعض المناطق اللي موجودة في وسط البلد بسبب التوقف المفاجئ للسيارات الأجرة، سواء أتوبيسات النقل العام أو الميكروباصات أو غيرها. ويمكن دي نقطة مهمة قوي بنقدر نلاحظها في أماكن كتيرة، وبيتجلى كمان هنا دور رجال المرور في ضبط الشارع من خلال يعني امتناع أو منع التوقفات المفاجئة في غير أماكن الانتظار المخصصة لعربيات الأجرة وسيارات الأجرة في أماكن مختلفة. بنتمنى طبعا أنه هذه الظاهرة يتم تجنبها من خلال المجهودات اللي بتقوم بها إدارة المرور. عودة ليك يا دينا مرة تانية. بشكرك شكرا جزيلا يا مينا. والحقيقة أنه فعلا موضوع السواقة دي جزء من انعكاس الثقافة، فإحنا بنتمنى أنه زي ما مينا بيقول كده انضباط مروري من القائمين عليه وتحضر كده شخصي والتزام شخصي. أنا شخصيا مثلا بشوفه أحيانا الساعة 5 الصبح كده، إحنا نازلين في الشارع 4:30 أو 5 الصبح وفي إشارة وناس بتقف فيها، بحس الله طب ما الناس كويسة، لكن وقت الزحمة بنتحول لأشخاص تانيين، ودي حاجة محتاجة ننتبه ليها. طيب تعالوا نروح لحاجة حلوة، أنه في عد تنازلي جديد، العد التنازلي لإعلان مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة. طبعا لن تخلو مصر من العشوائيات تماما، لكن العشوائيات بتصنف لآمنة وغير آمنة ومناطق غير مخططة. غير الآمنة كانت الأكثر خطرا واللي بدأت بيها الحكومة، والمفترض أن ده يحصل مع نهاية 2020 وبداية 2021. خلال 6 سنين اللي فاتوا كانوا للاهتمام بالقضاء على تقريبا معظم المناطق غير الآمنة اللي فيها خطر على حياة سكانها، ونقل السكان لمجتمعات حضارية جديدة تليق بهم. تفاصيل مهمة ومعلومات تقول لنا كنا فين ووصلنا فين، وكأنه كشف حساب عن مرحلة مهمة جدا في حياة أهالينا اللي كانوا بيعيشوا في مناطق غير آمنة. لم يتوقع حالم في مصر عندما سقطت صخرة الدويقة وتسببت في وفاة وإصابة المواطنين وتدمير منازلهم العشوائية، أن يأتي يوم وتتخلص فيه مصر من كافة المناطق غير الآمنة. ولكن هذا الحلم أصبح قاب قوسين أو أدنى مع استعداد الدولة لإعلان مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة بعد 60 يوما من الآن، بالإضافة إلى نقل ما تبقى من سكانها إلى وحدات تليق بالمواطن المصري في مناطق أكثر أمانا وتحضرا. وخلال 6 سنوات بدأت مع تولي الرئيس السيسي الحكم في مصر، أولى هذا الملف اهتماما بالغا في إطار حرصه على دعم المواطنين بمختلف فئاتهم، لتحقق الدولة المصرية معجزة من معجزات البناء والتعمير بعد أن عجزت الحكومات السابقة في أكثر من عهد على مواجهة وفتح هذا الملف الشائك. ولكن خطة الرئيس السيسي ضمن استراتيجية رؤية مصر 2030 ركزت في أحد محاورها على الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الآمنة بجميع المحافظات خلال 6 سنوات، والقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة خلال 10 سنوات. الدولة المصرية اعتمدت على فلسفة مختلفة ساعدتها في تنفيذ خطتها بإخلاء تلك المناطق بتوفير سكن بديل مفروش لكل أسرة سيتم نقلها، بالإضافة إلى الإشراف على نقل التلاميذ إلى مدارس في المنطقة الجديدة، وهو ما رحب به الأهالي ودفعهم إلى مساعدة الدولة على إنجاز هذا الملف، والذي ضم وفقا للإحصاء الرسمي 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات بواقع 242,000 وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد فيها، حيث أن كل وحدة سيتم إخلاؤها لابد أن تتوفر وحدة بديلة لها، وهو ما قامت به الدولة بالفعل، حيث تم إنشاء نحو 177,500 وحدة سكنية في 298 منطقة عشوائية، كما يجرى تنفيذ نحو 35,000 وحدة في 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه،
فيما تصل قيمة الأراضي المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق لنحو 23 مليار ونصف المليار جنيه. تضمنت المشروعات الموجهة للقضاء على العشوائيات مشروع نهضة المحروسة، حي الأسمرات، منطقة ماسبيرو، بشائر الخير بمراحلها المختلفة. ويعد مشروع الأسمرات الإسكاني بحي المقطم خير دليل على جودة الحياة كأول وأهم وأكبر مشروعات تطوير العشوائيات التي استوعبت أكثر من 15 ألف أسرة على مساحة 185 فدانا تقريبا، والتي تم الانتهاء منها بالكامل وتسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجاري التسكين في المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها أيضا بإجمالي 18,420 وحدة سكنية في هذا المشروع. يا صباح الخير على كل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد. وصلنا دلوقتي لفقرتنا الرياضيه، ونبتدي على طول مع اخبار اللجنه الخماسيه لاداره اتحاد الكوره اللي اكدت اقامه مباراه منتخب مصر وتوجو يوم 14 نوفمبر اللي جاي على استاد القاهره الدولي. المنتخب الوطني هيقابل توجو يوم 14 ويوم 17 نوفمبر في الجولتين الثالثه والرابعه من تصفيات امم افريقيا. طبعا بندعي كلنا بالتوفيق. الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بيركز دلوقتي على بعض الجوانب الفنية. نادي طلائع الجيش فاز على نادي مصر بنتيجة 1-0 في المباراة اللي لعبها الفريقين بالأمس على استاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري. التونسي فرجاني ساسي لاعب خط الوسط في فريق الزمالك هيعمل مسحة كورونا عشان يطمن بعد إصابته خلال الأيام اللي فاتت، ولو ظهرت نتيجة المسحة سلبية هينضم ساسي لتدريب الزمالك عشان يستعد للقاء العودة قدام الرجاء المغربي اللي هيتلعب يوم السبت الجاي على استاد القاهرة. أما بقى نادي سموحة نجح أنه يتعاقد مع محمود البدري نجم الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، وده بعد ما عقده خلص طبعا مع الإنتاج. وبالفعل اللاعب وقع على العقد، ومتوقع أن المسؤولين في نادي سموحة يعلنوا عن تفاصيل الصفقة في الفترة اللي جاية. نتحول بقى للكرة العالمية، وفريق ريال مدريد الإسباني اللي بيستعد دلوقتي عشان يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا. رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني شدد على أهمية مباراة فرانك فاروزي المجري اللي هتتلعب النهاردة في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو. كومان قال إن المباراة مهمة جدا وبنسعى لضربة بداية قوية في دوري أبطال أوروبا. أما بقى لاعب كرة القدم الإنجليزي واين روني دخل في الحجر الصحي بعد ما عمل مسحة كورونا، واللي مستني نتيجتها عشان يطمن على نفسه بعد ما استقبل في بيته شخص اكتشف بعدها إنه مصاب بفيروس كورونا. التعادل السلبي حسم مباراة ويست بروميتش ألبيون ضد فريق بيرنلي في مباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. والدولي المصري أحمد حجازي لعب من بداية المباراة للمرة الأولى بعد غيابه 4 مباريات عن الفريق بسبب الإصابة. فريق وولفرهامبتون واصل انتصاراته في البريمير ليج بعد ما فاز على ليدز يونايتد الصاعد حديثا بهدف نظيف في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبكده تبقى أخبارنا الرياضية خلصت مشاهدينا. تعالوا مع بعض نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. مرة تانية صباح الخير على حضراتكم. وزارة الصحة بتعلن عن مبادرات كتيرة، مبادرات لدعم صحة المرأة
استمرار. الحديث عن فحص 9 مليون سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدي والاستمرار بالاهتمام بصحة المرأة حاجة من الحاجات اللي احنا طول وقت بنتابعها. معنا على التليفون دكتور شريف نجيب رئيس لجنة الجراحة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة. صباح خير على حضرتك. صباح خير يا فندم وصباح خير للسادة المشاهدين. في البداية احنا يعني عايزين ننقلك شكر وتحية لأننا في البرنامج متابعين وزمايلنا المراسلين طول وقت موجودين في متابعة للحملات والنتائج اللي اتحققت نتائج مهمة جدا. حصاد التسعة مليون مواطنة مصرية من عظيمات مصر يعني قد ايه كان حجم العمل اللي حصل وحجم الاستعداد لتنفيذ مبادرة بالحجم ده؟ الحقيقة فندم هي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة كانت بدأت بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في يوم المرأة العالمي في 18 مارس 2019 بضرورة توفير الاهتمام بصحة المرأة المصرية والنهوض بها. وعلى طول أصدرت السيدة وزيرة الصحة والسكان قرار وزاري تشكيل اللجنة العليا لصحة المرأة، وهذه اللجنة تضم نخبة من الأساتذة بالمرموقة بكليات الطب والجامعات المصرية والتي أشرف في رئاسة لجنة الجراحة بها. وبدأت اللجنة العليا اجتماعاتها وتم وضع الاستراتيجية العامة للبدء الفوري في تفعيل المبادرة الرئاسية، وتم الاتفاق مع السيدة وزيرة الصحة على العمل في خمس محاور مهمة. المحور الأول اللي هو دراسة حجم المشكلة من الناحية الصحية للمرأة المصرية ومشكلة أورام الثدي. المحور الثاني اللي كان تقييم الإمكانيات المتاحة الحالية بالدولة ووزارة الصحة لتسليط الضوء على أوجه النقص الموجودة ومحاولة علاجها. المحور الثالث ولأول مرة في مصر يتحط بروتوكولات موحدة خاصة بالتشخيص والعلاج لأورام الثدي، مطلوب أن يلتزم بها جميع السادة الزملاء القائمين على علاج أورام الثدي في المبادرة. والبروتوكولات دي طبعا مبنية على أحدث البروتوكولات والمعايير العالمية. المحور الرابع كان وضع خطة لتدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض وفنيين والنهوض بهم علميا وتقنيا. والمحور الخامس كان توفير العلاجات الحديثة والمؤثرة من كيماوي وعلاج موجه وإشعاعي وهرموني إلخ، وتوفير الجراحات الدقيقة الحديثة المركبة، وتوفير الأجهزة الحديثة من أشعة تشخيصية وأجهزة إشعاع وحجرات عمليات مجهزة على أعلى مستوى وفق أحدث المعايير العالمية. يعني احنا يا دكتور بنتكلم هنا عن منظومة متكاملة لخدمة خط محدد من الصحة أو صحة المرأة المصرية، مش بس ان احنا بنتكلم عن ان هننزل دلوقتي نعمل فحص، الموضوع أكبر من ده وتفاصيله زي ما حضرتك قلت كبيرة. وده خلينا نسأل حضرتك في المستهدف أو في الخطة الكبيرة، عدد السيدات المصريات المستهدف فحصهم عند الوزارة بحسب البيانات والإحصاءات الموجودة عندكم تقريبا قد إيه؟ هو حضرتك تقريبا المستهدف فحص ما يزيد على 28 مليون سيدة. والسيدات دول يبدأ سنهم من 18 سنة والسن مفتوح طبعا. رقم اعتقد انه كبير جدا. واخيرا طيب عايز اسال حضرتك، هل في مخطط زمني؟ يعني هل نقدر نقول انه الحمله مستمره لحد وقت معين وبعد كده هتبقى ترجع لمكانها الطبيعي في المستشفيات المخصصه لتقديم دعم لصحه المراه؟ الحقيقه فندم هو الميزه في هذه المبادره ان هي معمول حسابها ان هي تبقى مبادره مستمره وليس لها حدود حد زمن. يعني دي المفروض حتى ان هي تبقى برنامج مش مبادره، المبادره ليها نهايه، انما هو ده هيبقى برنامج ان شاء الله مستدام هيستمر على طول. من خلال التقارير اللي جات لحضرتك يا دكتور تقدر تقول انه بيتقاس النجاح كده بانه مثلا انه عدد كبير جدا من السيدات ما كانش مكتشف مثلا مشاكل صحيه كتيره اكتشفها، كان في اورام مبكره تم اكتشافها من خلال الحمله، هل عندكم رصد بده بالاعداد تقريبا قد ايه؟
طبعا حضرتك كل حاجة عندنا متسجلة وبتوضع في إحصائيات للخروج بنتائج. اللي أقدر أقوله لحضرتك إن إحنا لحد النهاردة تقريبا تم فحص 9 مليون سيدة. من السيدات دول في حالات وجد عندها تغيرات في الثدي وتم تحويلها لمستشفيات الفحص المتقدم، ودول عددهم تقريبا فوق 276,000 حالة. من هذه الحالات اللي هي تم الكشف عليها في المستشفيات بقى المتخصصة، تم تحويل عدد كبير من الحالات لعمل أشعات على الثدي، عددها يساوي تقريبا 89,717 حالة. اللي وجد عندهم تغيرات في الأشعة تحت. دكتور بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هننتقل مع حضراتكم دلوقتي لبث مباشر. الرئيس السيسي الآن بيشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكلية الحربية والمعاهد العسكرية. ننتقل حالا مع حضراتكم إلى زمايلنا. هذه الحفلات بتكون واحدة من الفعاليات اللي احنا بننتظرها حتى من يعني لو مش بس أهالي الطلبة دول، لكن احنا كمصريين كلنا بنتابعها بكتير من الاهتمام. هننتقل مع حضراتكم للبث المباشر.